يا ترى كل حاجة بتحصل في حياتنا بتكون صدفة ولا قدر؟ ولا ممكن تكون خيوط مشبكة كل خيط فيهم بيجر خيط لحد ما نوصل للنهاية؟ في الحقيقة معرفش، بس اللي حصل معايا ده لا يمكن يكون صدفة. أكيد ربنا حطيني في حياة الست دي لسبب معين، وأتمنى أعرفه قريب. يومها أنا كنت ماشي أنا ومراتي عادي لحد ما وصلنا للبيت، وقدام العمارة على الرصيف التاني تحديدا، وفي مكان الانتظار شفت ست عجوزة قاعدة هناك. مش غلطش بالي بيها قوي، بس استغربت شوية علشان الوقت كان متأخر، مفيش حد في الشارع، وكمان ما ظنش إن في حتى أوتوبيسات بتعدي دلوقتي. المهم إن أنا طلعت البيت ومعرفش ليه جالي هاجس أفتح البلكونة أشوفها مشيت ولا لسه، لكن الغريب إنها كانت لسه موجودة والوقت اتأخر جدا. دخلت الأوضة وقررت أنام، وقلت أنا مالي هشيل هم الست دي ليه يعني، وأنا حتى معرفهاش. وفعلا عملت كده ودخلت نمت، ولما صحيت كنت نسيت خالص بقى حوار الست دي وعشت حياتي بشكل طبيعي، لحد ما نزلت علشان أروح شغلي وكنت لسه هعدي الشارع، بس لمحت الست دي لسه في مكانها. تقريبا كانت نايمة، مستحيل هي فضلت قاعدة من امبارح للصبح على نفس الحالة. عديت الشارع بسرعة علشان أشوفها لا تكون ماتت ولا دخلت في غيبوبة سكر ولا حاجة، خصوصا إن سنها كان كبير، وبما إني دكتور فكان ممكن أساعدها. قربت منها كانت بتتنفس، ولما حاولت أصحيها لقيتها قامت مفزوعة. على الأقل ارتحت إنها عايشة. طمتها بسرعة وهديتها وبدأت أحاول أسألها عن اسمها أو هي بتعمل إيه هنا لحد دلوقتي لوحدها، أو لو في رقم ممكن أتصلها بيه أو حتى عنوان أوصلها لحد عنده. لكن هنا اكتشفت الكارثة، الست اللي عارفة اسمها ولا هي مين ولا حتى جت هنا إزاي. كل اللي على لسانها جملة واحدة، أكيد ابني هيجي ياخدني. حتى ابنها ده لا فاكرة اسمه ولا عارفة عنه أي حاجة. بس كده مش محتاجة تفكير، الست دي عندها ألزهايمر وواضح إنها تاهت من عيلتها. في الحالات اللي زي دي بيكون وارد جدا إن المريض يخرج من البيت ويتوه بالشكل ده، علشان كده ما ينفعش يتساب لوحده نهائي. إنما الاحتمال التاني إنها ممكن تكون نصابة ومش عيانة أصلا، وساعتها هتبقى فعلا ممثلة شاطرة قوي. ما تستغربش، مع طرق النصب دلوقتي بقت أشكال وألوان، وكل طريقة بيتفننوا فيها عن اللي قبلها، لحد ما الواحد بقى يخاف يعمل خير أساسا. المهم حبيت أجس نبضها وأشوف صادقة ولا كدابة. بعد كده قلت لها مش يمكن يكون ابنك تاه، تعالي الاسم نبلغ علشان البوليس يدور عليه. سكتت شوية وبعدها سألتني، طب لو جه بعد ما مشيت هيلاقيني إزاي؟ أقنعتها إنه لو كان هيجي كان جه امبارح، وفعلا اقتنعت، واخدتها معايا وركبتها العربية ورحنا على الاسم، وبكده اتأكدت إنها مش نصابة. وهناك حاولوا يدوروا معاها على أي حاجة تدلهم على أهلها، ولكن مفيش، لا بطاقة ولا فلوس ولا حتى صورة. والأدهى إن مفيش بلاغ عن اختفاء حد بمواصفاتها، يعني لو افترضنا جدلا إن الست دي ليها أهل فهم حتى ما كلفوش خاطرهم إنهم يدوروا عليها، ده يعني في حالة إنهم ما يكونوش هم اللي رامينها أصلا. ودي مش هتبقى أول مرة أقابل حالة زي كده أو أسمع عنها. في ولاد كتير بيرموا أهاليهم في الكبر وبينسوا كل اللي عملوه علشانهم، وكل ده علشان مش قادرين يستحملوا المسؤولية، رغم إن الأهل بيكونوا قضوا عمرهم بالكامل في تربيتهم. يا لو بس يعرفوا قيمة الأم، ده أنا من يوم مامي ماتت وأنا حاسس إني تايه وضايع في الدنيا، ودول بكل جبروت بيرموا أهلهم عادي كده. كنت خايف قوي على مصير الست دي وشفت فيها أمي الله يرحمها، وعشان كده ما سبتهاش غير لما قرروا يودوها دار رعاية لحد ما يلاقوا أهلها. وبعد ما ده حصل رحت شغلي وكملت حياتي، وفضل الموضوع بتاع الست ده في بالي، ولكن هعمل إيه؟ ما كانش في إيدي حاجة أعملها أكتر من اللي عملته. وفضلت على الوضع ده لحد ما حصلت حاجة، حاجة على قد ما تبان تافهة إلا إنها قدرت تقلب الأحداث تماما، وظهر قدامي طرف خيط جديد سهل عليا إني أساعد الست دي.
يومها كان يوم أجازتي، ومراتي كانت كالعادة بتلم كل الهدوم علشان تغسلها، ومنهم كان الطقم اللي كنت لابسه لما ساعدت الست دي. وهي بتفضي جيوبه لقت فاتورة لسوبر ماركت، بس مش في مكان احنا نعرفه أو رحناه قبل كده. المكان ده كان في محافظة تانية. استغربت مراتي وجت تقول لي، فسكت. قعدت فترة كده لحد ما افتكرت الورقة دي وصلت هنا ازاي. انا بعد ما مراتي كانت قربت انها تشك فيا ان انا متجوز عليها في محافظة تانية، افتكرت ان الورقة دي الست المجهولة دي اديتها لي لما كنت بسألها عن عنوانها، ولما لقيتها فاتورة فهمت انها عندها مشكلة مرضية ومش واعية كفاية علشان تجاوبني. فوقتها حطيت الورقة دي في جيبي ونسيتها تماما. لما فكرت بهدوء شوية فهمت ان الحاجة اللي تخليني الاقي اهل الست دي كانت معايا طول الوقت، وهنا اللي ما كنتش شايفها. هو الإنسان كده دايما بيبص تحت رجليه وبيضيع الفرص اللي قدامه. الصبح قمت من النوم وبدأت أسأل عن مكان الست دي علشان أزورها، وطبعا ده ما كانش بس غرضي، أنا كان يعني كنت كل اللي أنا عايزه إن أنا محتاج أصورها، علشان كنت واثق إن أنا وقلت لحد على موضوع الفاتورة ده هيتريق عليا ومش هستفاد حاجة. خبيت الموبايل احتياطي علشان ما أقدرش أجازف إنهم ياخدوه مني هناك، والحقيقة إني أخدت وقت عقبال ما قدرت إن أنا أخد إذن علشان أشوفها، لأن مفيش ما بيننا صلة قرابة. والحمد لله خطتي نجحت بشكل مبدئي وقدرت أخد لها صورة من غير ما حد يعرف. واليوم اللي بعديه كنت عارف أنا رايح فين. خدت أجازة من شغلي وسافرت للمحافظة اللي فيها العنوان بعد ما طبعت صورة الست. كنت بدعي ربنا ألاقي أهلها بسرعة علشان الموضوع ينتهي بالنسبة لي وأرجع بقى تاني لحياتي الطبيعية. بس ما كنتش أعرف إن أنا داخل على فترة أبعد ما تكون عن كلمة طبيعية. لما وصلت للسوبر ماركت بدأت أسأل كل العاملين اللي فيه عنها، ولكن محدش عرفها. وبصراحة أنا كنت خلاص هفقد الأمل، لحد ما واحد فيهم جالي وقال لي حاجة كانت تايهة عن بالي. الست دي كبيرة، وفي الحالة اللي أنا وصفتها على الأغلب هتكون مش بتتحرك من البيت أساساً. يعني الوحيد اللي ممكن يكون عارفها فيهم هو الولد اللي شغال معاهم وبيوصل الطلبات للبيوت. بصراحة كلامه كان منطقي، وعلشان كده فضلت قاعد بقى مستنيه لحد ما رجع من التوصيلة اللي كانت معاه، وأول ما جه وريته الصورة على طول، والحمد لله افتكرها. مش بس كده، ده كمان اداني عنوانها لأنه كان بيوصل طلبات هناك على طول ودايما بيشوفها، لكن عمره ما اتكلم معاها. وده بصراحة ما كانش فريق لي خالص غير انه عرف لي العنوان. خدته منه وطرت على هناك، وانا عندي امل بقى ان انا ارجع الست دي لاهلها وارتاح. لما رحت هناك فتحت للباب ست يمكن تكون في الاربعينات تقريبا، لبسها كله اسود في اسود وعينيها كأنها لسه معيطة. استنتجت من هيئتها كده ان عندهم حالة وفاة، وجي في دماغي انهم فاكرين الست اللي انا لقيتها دي ماتت ولا حاجة، وده اللي وصلها للحالة دي، يمكن تكون أمها. الحماسة خدتني إن أنا قلت لها يعني قلت إن أنا يمكن أفرحها أو أقدر أفرحها وأكون سبب في مساعدة الأسرة دي. شرحت لها الموضوع بسرعة كده وختمت إن أنا وريتها صورتها، والمفاجأة بقى إنها أنكرت أصلا إنها تعرفها. طب إزاي والولد اللي قال لي العنوان كان واضح إن هو متأكد منه؟ بدأت أشك إنها ممكن تكون ورا اللي حصل للست دي، ومش بعيد تكون هي اللي طردتها من البيت. وبسبب شكي بدأت أهددها إني أبلغ البوليس، لكنها ما كانتش خايفة بنت ما كانتش خايفة. وفي وسط الخناقة ظهر راجل من ظهري كده، ونظرة واحدة بس منه كانت كفيلة إن الست دي تسكت. وبعد نظرته طلب مني بكل هدوء إن أنا أدخل الشقة ونتكلم. أنا بقى كنت واقف ومش فاهم إيه اللي بيحصل، لكني سمعت كلامه ودخلت وراه وقعدنا في الصالون زي ما طلب. أستاذ أحمد، أنا لما جيت ولقيت المدام لابسة أسود افتكرت إن ده من حزنكم على الست دي، وده على الرغم من عدم معرفتي بصلة قرابتها بيكم بالتحديد، بس أنا استنتجت إنها والدة حد فيكم. لكن رد فعل مرات حضرتك أنا الحقيقة مش قادر أفهمه، ولو قلنا ما تعرفهاش فالطبيعي إن أنا ما كنتش هبقى موجود دلوقتي هنا جوه البيت وبنتكلم. عشان كده أتمنى من حضرتك إن أنت تكون أهدى وتشرح لي اللي أنا مش فاهمه.
ما ردش على كلامي وقام جاب صورة كده كانت محطوطة بعيد ورجع ادهالي. الصورة دي كانت صورة بنت صغيرة ما كملتش تقريبا 4 سنين على حسب تقديري، فما فهمتش برضو، ولكني ما سألتش المرة دي. أنا سبته هو يتكلم لأنه واضح أنه كان محتاج يتكلم ويخرج اللي جواه علشان ما ينفجرش. والحقيقة أن أنا بعد ما عرفت قصته ما قدرتش ألومه. بص يا دكتور عماد، مش ده اسم حضرتك؟ على العموم الأسامي مش هتفرق قوي، مفيش حاجة بقت فرقة. بس شايف الصورة اللي في إيدك دي؟ دي صورة بنتي جنة. جميلة قوي صح؟ طفلة لسه بتكتشف العالم، ليه تموت؟ قضاء ربنا، ما اعترضتش، بس إزاي عايزني أستوعب إن أمي قتلت بنتي وسامحها؟ أنا سمعت صح؟ أكيد لأ. من كتر الصدمة فضلت ساكت ومستنيه يكمل. أصل هقوله إيه بعد اللي اتقال؟ الجدات اللي بيخافوا على أحفادهم من الهوى، معقولة تبقى واحدة منهم السبب في موت حفيدتها؟ موضوع صعب يتصدق. فضلت على الحالة دي ومستنيه يكمل، يمكن أكون فهمت غلط. وكمل. أنا والدتي اتشخصت بالألزهايمر من حوالي سنة. الفترة دي كانت كفيلة إنها تقلب حياتنا الجحيم حقيقي. والموضوع بدأ لما في يوم لقيت بنتي تعبانة وبترجع. جريت بيها على المستشفى من غير ما أفكر. وطلع السبب بعد الكشف هو دواء أخدته. الدواء ده لما الدكتور قال لي اسمه افتكرت إنه دواء والدتي بتاخده. قلت يمكن البنت كانت بتلعب وأخدته بالغلط. أنت عارف الأطفال بيحبوا يستكشفوا الدنيا من غير ما يكونوا مدركين العواقب. لكن المفاجأة بقى إن البنت لما فاقت حكت إن جدتها هي اللي ادتها الدواء ده لما طلبت منها بونبوني، وكانت مستغربة هو شكله وطعمه مش زي اللي متعودة عليه ليه، وستر ربنا إنه ما عجبهاش وما خدتش منه كتير. وبعد ما بنتي قالت كده وسألت والدتي قالت إنها مش فاكرة حاجة زي كده. كنت فاكرها حاسة بالذنب وخايفة تقول. مش مهم، المهم إني حمدت ربنا إن البنت كويسة وعديت الموضوع. بس تصرفاتها مع الوقت بدأت تبقى غريبة، وأنا كنت ملاحظ ده بس عامل نفسي مش واخد بالي، أو يمكن عقلي ما كانش مستوعب خطورة الموقف، ودي كانت غلطتي ومعترف بيها. إنما تعرف غلطتي كانت كبيرة قوي. الموضوع بدأ بحاجات بسيطة زي إنها تتلخبط في أسمائنا، تولع على الشاي وتنسى إنها ولعت أصلا. ومن هنا ابتدى الموضوع يكبر. أمي كانت هتتسبب في كارثة في مرة من المرات لولا ستر ربنا، ده غير إنها بقت عصبية على غير عادتها وبقت على طول في خناقات بينها وبين مراتي، حاجات كتيرة شبه كده. لكن اللي خوفني أكتر حاجة لما بدأت أسمعها بتكلم نفسها وهي لوحدها في الأوضة وكأنها شايفة حد قدامها. ولما ركزت أكتر وسمعت فهمت إنها بتكلم أبويا اللي مات من 10 سنين وكأنه موجود معاها. وما كنتش فاهم يعني إيه؟ أمي اتجننت؟ وعلشان كده أول حاجة عملتها إني طلبت من الدادة بتاعت بنتي إنها تاخد بالها منها على قد ما تقدر وتفضل عينيها عليها. ولأن بنتي كانت متعلقة قوي بجدتها كانت أغلب الوقت معاها، بس اختلاف اللغات ولأن الدادة مش مصرية وآخرها تتكلم إنجليزي مكسر بدأت تتخانق هي ووالدتي، خصوصا أن والدتي ست بسيطة وما كملتش تعليمها ومش بتتكلم غير عربي وبس. وده خلاني أفكر أغيرها خالص وأجيب دادة مصرية تاخد بالها من الاتنين وريح دماغي، خصوصا بعد ما كشفت على والدتي والدكتور قال لي انها محتاجه رعايه بشكل خاص. بس ما لحقتش اعمل اي حاجه من دي لان والدتي سبقتني. كله حصل بسرعه لدرجه مرعبه. كنت بره انا ومراتي عند الدكتور ببنتنا التانيه، ورجعت على منظر الاسعاف تحت البيت عندي. اتخضيت، واللي خضني اكتر ان الشغاله كانت واقفه بتصوت وفي حد بيغطوه بملاقيه جوه العربيه.
وأكيد الشخص ده ما كانش والدتي، لأنها كانت قاعدة على كرسي في الشارع ومش دريانة بالدنيا. آخر شيء كنت أتوقعه إن بنتي اللي ما كملتش 4 سنين تموت بالبساطة دي. كنت هتجنن وبقيت تايه، سرحت. ومع الهرج والمرج الجيران خدوا بنتي التانية عندهم، واللي حبيبتي كانت مفلوقة من العياط على الرغم من إنها لسه ما كملتش شهر، بس كأن قلبها كان حاسس. وهو حياتنا كلها اتقلبت بعد اليوم ده، وكل المصايب فضلت تيجي ورا بعضها. بعد التشريح اللي مش قادر أقولها، عدى كل الوقت ده وأنا لسه مش عارف أتعود إنها خلاص ما بقتش موجودة في وسطينا. المهم علشان ما طولش عليك، بعد التشريح ظهر إنها خدت دواء معين بكمية كبيرة، وده سبب الوفاة الرئيسي، نفس الدواء اللي خدته قبل كده. الكلام ده كان معناه واضح، بس عالي كان رافض يصدقه وقتها. وعلشان أقطع الشك باليقين، جبت الدادة وسألتها إيه اللي حصل بالظبط اليوم ده، وفي الأول كانت رافضة تتكلم، لكن بعد شوية ضغط حكت. يومها أمي أصرت تعمل عصير بإيديها لبنتي، ورفضت إن أي حد يدخل معاها المطبخ، وفعلا خرجت بكوباية العصير وشربتها لها كلها. وبعدها دخلت البنت تنام، والدادة فضلت قاعدة مع أمي اللي كانت مشغلة التلفزيون بصوت عالي جدا. وبعد فترة دخلت تطمن عليها، وساعتها اكتشفت إن البنت ماتت، أو كانت لسه بتطلع في الروح. اتفزعت الدادة وبلغت الإسعاف علشان المسؤولية، واللي أكد كلامها إني فعلا لما رجعت يومها بالليل ودخلت أجيب مية علشان أدي لمراتي المهدئ، لقيت أثار الفاكهة والكوباية، وكان المطبخ متبهدل جدا، بس وقتها ما فرقش معايا لأني ما كنتش في وعي. تخيل أمك تقتل بنتك، متخيل؟ المفروض كنت أعمل إيه؟ جاوبني، أبلغ عنها البوليس، أعيش معاها تحت سقف واحد، ولا أسيب اللي عملته ده يمر مرور الكرام علشان ما كانتش في وعيها؟ كنت تايه ومش قادر حتى أبص في وشها ولا أسمع صوتها، ولا كنت قادر أسمع صوت حسبانة مراتي عليها ليل ونهار، ولا قادر ألومها. في النهاية أخدنا قرار إنها مش هينفع تعيش معانا في البيت، ولا حتى عايزين إن يكون لينا علاقة بيها أصلا. خدناها وسافرنا القاهرة وحطناها قدام مركز رعاية لكبار السن، وده بعد ما خدنا منها كل حاجة ممكن تربطها بينا. ما كانش ينفع نسجلها بنفسنا، لأن أنا مش عايز أي سيرة ليها في حياتي. وبعد ما عملت كده مشيت من غير ما أعرف مصيرها، كأني كنت بهرب من نفسي قبل ما أهرب منها. كنت فاكر إني هرتاح، لكن مرتحتش. النار اللي جوايا لسه زي ما هي، والوجع لسه بينهش في لحمي، وكأن كل ده مش كفاية. لا مش كفاية، جاي انت دلوقتي كمان علشان تحسسني بالذنب؟ ومن كلامك كده واضح انها ما راحتش الدار اصلا، او حتى هربت منه. طب كان المفروض اعمل ايه؟ قولي لو انت مكاني كنت هتعمل ايه. كنت حاسس ان مخي كأنه وقف مع كل كلمة بيحكيها، موقف لا يحسد عليه، ما تمنهوش حتى الألد أعدائي. أنا مش قادر ألومه، ولا عقلي وقلبي قابلين تصرفه مع أمه. في حاجة ناقصة في الحكاية دي، وأكيد ربنا حطني في طريقهم علشان أساعدهم يكملوها. أنا فعلا مش عارف أقولك إيه، بس على الأقل كنت حطيتها في مكان تكون مطمن عليها فيه. أنا مقدر وجعك، بس دي والدتك، واللي حصل مهما كانت بشاعته فهو كان غصب عنها، وأنا متأكد إنك عارف ده، عارفه حتى لو عقلك مش قادر يستوعبه أو حتى رافض. مرض الألزهايمر بيخلي المريض مش في وعيه، ومن وصفك لتصرفاتها وفي الحالة اللي أنا شفتها واضح إنها في مرحلة متقدمة منه. هي مش عدوتك، بالعكس هي محتاجة مساعدتك. أنا يمكن ماليش حق أقول كل الكلام ده، ويمكن برضو لو كنت في مكانك كنت عملت أسوأ من كده،
الإنسان ما يقدرش يحكم غير لما يتحط في نفس الاختبار. لكن هقولك حاجة واحدة بس، افتكر لها أي معاملة كويسة عملتها لك، افتكر لها تربيتها ليك، ما تخسرش عيلتك كلها وحافظ على اللي باقي منها. والدتك كان ممكن تموت في الشارع بدل ما أنا لقيها، وساعتها كنت هتعيش بذنبها بقية حياتك. صدقني وجع خسارة الأم مش بيخف مهما مر الزمن، وده من واقع تجربتي أنا. هو عدى سنين ولسه بتمنى أشوفها تاني ولو للحظة. فكر في كلامي أرجوك، وحاول ما تخسرش كل حاجة. ده عنوان دار الرعاية وده رقمي لو احتجت أي مساعدة. ودلوقتي اسمح لي استأذن. فضل ساكت ومردش. بدأت أحس إن أنا وجودي غير مرغوب فيه، وخدت بعضي ومشيت من غير حتى ما أسلم عليهم. كنت خلاص وصلت عند الباب، بس اتفاجئت بيه بيناديني. ومش بس كده، ده طلب إن أنا أستناه علشان يجي معايا. مراته كانت لسه هتزعق، فأخدها جوه واتكلموا شوية كده، وبعدها طلع لي ومشينا مع بعض. طول الطريق كنا ساكتين. طول الرحلة دي عمري ما خطر في بالي إنه هيعمل اللي عمله. لما وصلنا دار الرعاية دخل لوحده، قابلها، وبعد ما اتكلم مع الدكتور المسؤول عن حالتها وبدأت إجراءات إثبات القرابة علشان ياخدها معاه البيت، أنا ما كنتش مصدق إن كلامي معاه هيجيب نتيجة بالسرعة دي. بس الحمد لله كلامي نفع، وديته شوية نصايح كده عن إنه إزاي ياخد باله منها، وفضلت معاه كمان لحد ما استلمها. وروحت بيتي وانا حاسس ان انا اخيرا ارتحت، اخيرا اتشال الحمل ده من على كتفي. عدى يمكن اسبوع وكنت خلاص قربت انسى الموضوع، مش انساه كليا لكن انسى اللي حصل وخلاص، يعني اتخطاه. لحد ما فوجئت بيه بيتصل بيا وبيطلب يقابلني فورا. صوته كان متعصب جدا ومتوتر جدا لدرجة ان انا ما فهمتش هو عايز ايه. بعت لي عنوان مستشفى عندهم وطلب ان انا اسافر على طول واجي لهم على هناك. كان عندي شغل يومها، لكن من طريقته كان واضح ان هو مش مستعد يتناقش اصلا. خدت اجازه من الشغل وطلعت على هناك على طول، ولما وصلت لقيته واقف منهار ومش في حالته الطبيعيه. جريت عليه علشان اشوف اللي حصل، ويا ريتني ما عرفت. انت السبب، كان لازم تيجي تشوف نتيجة كلامك بعينيك. مسكني بإيدي وجرني ناحية العناية المركزة. طبعا ما كانش مسموح ندخل، فوقفني عند الباب وشاور، وفضل يتكلم بصوت عالي ويشوح شوية وشوية، حط إيده على راسه. كنت خايف الحركة الجاية تكون إنه يخنقني بإيده، وساعتها هيكون معاه حق فعلا. بنتي اللي فضلالي من الدنيا مرمية جوه بين الحياة والموت بسببك، مصيرها اللي مش معروف بسببك، انت اللي اقنعتني ارجعها من تاني. بس انا اللي استاهل، يا ريتني ما دخلتك بيتي. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا ينتقم منك. انا لسه ما استوعبتش موت بنتي الاولانيه، عايزين كمان تاخدوا منها اختها؟ انا عملت ايه في دنيتي؟ اذيت مين علشان يحصل لي كل ده؟ انت تيجي معايا دلوقتي على البيت وتاخدها بدل ما ايه؟ هقتل أمي ولا هسجنها؟ أنا مش عارف أعمل إيه، أنا قربت أتجنن خلاص. يا رب يا رب رحمتك يا رب. هي والدتك حاولت تقتل بنتك التانية؟ أنت لسه بتسأل؟ أنت مش سامعني بقولك بنتي بين الحياة والموت؟ ولولا ستر ربنا وإن مراتي دخلت تطمن عليها ولحقتها، كانت المخدة اللي أمي حطيتها على وشها وخرجت كانت خنقتها. فهمت دلوقتي؟ وطبعا بما انك دكتور فاكيد فاهم قطع الاكسجين فترة عن مخ طفلة في سنها ممكن يأذيها ازاي؟ انا حقيقي مش عارف اقولك ايه. طب انت متأكد ان هي اللي عملت كده؟ شفتها بعينيك؟ انت لسه بتسأل؟ انت تيجي تاخدها من البيت وعلى مسؤوليتك الشخصية، انا مش مسؤول عن اي حاجة هتحصل بعدها. خلاص انا هتصرف، وصلني بس البيت. وفعلا رحت معاه البيت وخليت الشغاله تحضر لها حاجتها واخدتها ونزلت، وانا مش عارف هروح فين.
أخدها وروح بيها فين؟ ما لقيتش غير البيت قدامي، ورغم رفض مراتي خصوصا أنها عارفة القصة إلا أني أصريت. وبعدين إحنا ناس كبار ولسه ربنا ما رزقناش بأطفال، يعني مفيش خطر. وكل ده طبعا مؤقتا لحد ما لقي دار كويسة أحطها فيها. بعدها الوضع كان غريب، بس حسب اتفاقي مع مراتي فأنا أخدت أجازة من الشغل علشان الست دي ما ينفعش تقعد لوحدها نهائي، لأن المصيبة الجديدة اللي هتعملها أنا اللي هتحمل عواقبها أيا كانت. كل حاجة كانت ماشية كويس لحد ما لاحظت حاجة غريبة وأنا بديها الدواء. أغلب أدويتها اللي كانت بتاخدها مش ممكن تعمل تسمم بالدرجة دي أو تعمل تسمم أصلا. الأدوية اللي بتاخد منها لازم تاخد منها كمية كبيرة قوي علشان تعمل تأثير لدرجة الموت، والدواء الوحيد اللي ممكن يكون تسبب في ده هو دواء واحد بس، لكنه برضو محتاج فترة طويلة علشان أعراضه تبدأ تظهر بالشكل المؤثر ده، وبرضو لازم يكون بكمية كبيرة. يعني لو حسبنا الوقت يبقى البنت اللي خدت الجرعة خدتها يمكن من قبل ما أهلها ينزلوا من البيت، يعني حتى مش من العصير زي ما الشغالة حكت. أنا كنت متأكد إن ظهور الست دي في حياتي مش صدفة، وإن ربنا له حكمة في ده. وبسبب كل ده كان لازم أرجع تاني وأسأله عن تفاصيل كتيرة أوي يمكن توصلني للحقيقة، ولكني كنت خايف من ردة فعله. وعلشان كده قبل ما أخد الخطوة دي سألت أكتر من حد من زمايلي المتخصصين علشان أكون متأكد قبل ما واجهه. وقتها كنت خلاص زبطت مع مراتي تقعد مع الست دي يوم سفري. هي كانت رافضة في الأول بس الحمد لله قدرت أقنعها. لكن الغريب بقى أن أنا ملحقتش أسافر، لأني اتفاجأت بأستاذ أحمد بيتصل بيا وبيقول لي أنه في القاهرة وعايز يقابلني ضروري لكن برا البيت. زيارته وطلب مقابلته بالطريقة دي شيء مش مريح أبدا. أنا طول الطريق كنت خايف من حاجة واحدة بس، وهي إن البنت تكون ماتت أو حالتها اتدهورت، لأن ساعتها ذنبها هيكون في رقبتي حتى لو من غير قصد. لما قابلته قلقت زيادة لأن حالته الجسدية والنفسية ما تطمنش أبدا. قعدنا في كافيه قريب من البيت وفضل فترة كده مش راضي إنه يتكلم، كأنه لسه بيجمع أفكاره. وبعدها لقيته بيطلع موبايله من جيبه وشغل فيديو وادهولي. أنا لو كنت تايه إيراد فبعد اللي شفته في الفيديو ده بقيت تايه 24 إيراد. فاكر لما جبت والدتي أول مرة وادتني شوية نصايح، ومن ضمنهم إن أنا أركب كاميرات في أوضة أمي وبنتي كنوع من أنواع الاحتياط؟ وقتها أنا سمعت كلامك وعملت كده فعلا من غير ما أي حد يعرف علشان ما أقلقهمش. ولما حصل اللي حصل لبنتي طبعا اتشغلت معاها وما كنتش برجع البيت نهائي. ولما ربنا كرم شوية وتحسنت وروحنا البيت، ساعتها افتكرت الكاميرات وبدأت افتحها. وهنا كانت صدمتي الحقيقية واللي بدأت مع المشهد ده. المشهد كان لأوضة بنته تقريبا. البنت كانت نايمة في سريرها، وبداية المشهد إن الجدة بتدخل تطمن على حفيدتها وبتبصها من راسها وبتمشي. وبعدها بوقت قليل جدا الأم بتدخل وبتفضل تبص حواليها، وبعدها بتاخد المخدة وبتحطها على راس بنتها وبتطلع من الأوضة. وبعدها بكام ثانية بترجع تاني وبتشيلها وبتفضل تصوت وتنادي على جوزها. المشهد كان مرعب بجميع المقاييس، خصوصا إن على حسب اللي قاله وقت ما حصل كده هي قالت له إنها لسه شايفة والدته خارجة من الأوضة، وعشان كده دخلت تطمن على البنت، وهو بسبب اللي حصل قبل كده صدقها. ولما بنته اتحسنت شوية ورجع البيت شاف الكاميرات علشان يكون عمل اللي عليه لحد النهاية. ووقتها شاف اللي حصل وما بقاش عارف يعمل ايه. لا، والمرعب أكتر من اللي حصل لبنته التانية هو اللي ممكن يكون حصل لبنته الأولانية جنة. ما هي الأم زي ما أذت بنتها المرة دي ممكن تكون هي اللي ادت لجنة الدواء، خصوصا ان الدواء اللي خدته تأثيره بياخد وقت، وده بينفي التهمة عن الجدة لو فكرنا بالمنطق.
التفسير اللي جه في دماغي وبقيت خايف أقوله علشان مش ضامن ردة فعله، للأسف كان لازم أقوله مجبر، وكده كده الحقيقة مش هتفضل مستخبية العمر كله. اللي أنا هقوله لك ده مش هيخفف عذابك وصدمتك، لكن للأسف أنا مضطر أقوله. دي أمانة في رقبتي، ولو ما كنتش أنت اتصلت فأنا أساساً كنت ناوي أسافر لك النهاردة علشان أتكلم معاك، وحكيت له كل حاجة عن موضوع الأدوية وفضلت مستني ردة فعل منه، لكنه فضل ساكت كأن عقله مش قادر يستوعب كم الصدمات دي دفعة واحدة. فاستغليت الفرصة علشان أهديه، أقول له شوية تفسيرات جات في دماغي ممكن يبرد بيها ناره، بس تفسيراتي كانت سلاح ذو حدين، لأنه زي ما هيبرد ناره من جهة هيشعللها من الناحية التانية. في أمهات كتير نفسيتها بتتعب بعد الولادة، وده بيتسمى اكتئاب ما بعد الولادة، وفي أغلب الأحيان ولو تلاحظ في الأول بيكون سهل علاجه بدعم من اللي حوالين الأم ومساعدتهم ليها، لكن لو ده ما حصلش وفي حالات نادرة الموضوع بيطول وبيوصل لشهور، وممكن يأثر على نفسية الأم للدرجة اللي هي تتسبب لها في هلاوس أو ميول إنها تأذي نفسها أو الطفل اللي لسه مولود. ده ممكن يفسر اللي حصل مع بنتك، وممكن لما حست بالندم على اللي عملته وخافت منك استغلت موضوع والدتك علشان تخبي عملتها، وفي نفس الوقت تنتقم منها حسب عقلها علشان اللي حصل لجنة. أما بقى موضوع جنة نفسها فمعقد، لأن في احتمال إن البنت تكون هي اللي خدت الدواء بنفسها من غير ما حد يحس، وفي احتمال إن زوجتك هي اللي عملت كده، بس ساعتها الموضوع مش هيكون مجرد اكتئاب ما بعد الولادة، لأنها على الأغلب هتكون مصابة بمرض أسوأ بكتير يخليها ترتكب جريمة بشعة زي دي. وبرضه في احتمال إن حد زاركم يومها وكان له دخل بطريقة ما في اللي حصل لها، والجدة برضه وارد تكون اديتها الدواء كأنه بونبوني زي المرة اللي فاتت، ووارد الشغالة تكون سرحت عنها شوية والبنت خدتها لوحدها وخافت تقول علشان ما تطردهاش وألفت موضوع العصير ده، ووارد تكون انت شخصيا. المشكلة ما بقتش في مين اللي عمل كده علشان حق جنة يرجع، الفكرة بقت اننا لازم نوصل للحقيقة علشان بنتك التانية ما تحصلش اختها. عشان كده انا عايزك تفتكر تفاصيل اليوم ده كويس قوي، اي تفصيلة ممكن تفيدنا وتوصلنا للي حصل فعلا يومها. انا كنت فاكر ان اللي عرفته ده اسوأ حاجة ممكن تحصل، لكن معنى كلامك ده إن اللي جاي على الأغلب هيكون أسوأ من اللي فات، بس حاضر هفتكر. يومها محدش زارنا غير أخت مراتي وابنها، جت قبل ما ننزل بشوية صغيرين ونزلت. حتى أنا استغربت يومها الزيارة اللي ما فهمتش سببها دي، لأن يدوب خدت مراتي على جنب وقالت لها كلمتين ونزلت، وبعدها أخدنا البنت ورحنا للدكتور وسبنا جنة وجدتها مع الشغالة. ايه تفتكر خالتها ممكن يكون ليها علاقة؟ ما اقدرش حدد، كل اللي بنقوله ده احتمالات، بس انا رأيي ان اول حاجة المفروض نعملها اننا نتكلم مع مراتك، يمكن المواجهة توصلنا للحل. اقتنع بكلامي وفعلا اتحركنا مع بعض. مراته كانت في البيت حبسة نفسها تقريبا من يوم ما واجهها بالفيديو ورفض انها تخرج منه، وعلشان كده رحنا البيت وحصلت المواجهة. حكينا كل اللي اتقال ما بيننا وفضلنا مستنيين رد مراته، يمكن توصلنا الحاجة. انا ما قتلتش جنة يا احمد، جنة كانت روحي وروحي راحت بموتها، اما اختي فملهاش علاقة بحاجة، هي كانت جاية تستلف مني فلوس علشان جوزها كان عنده مشكلة واتكسفت تقول قدامك مش اكتر، وعلشان كده جت ومشيت بسرعة. أما زهرة فاللي حصل معاها كان مختلف، أنا لحد النهاردة كنت مقتنعة أن والدتك هي اللي قتلت جنة حتى لو من غير قصد، ولما رجعتها تاني كنت هتجنن ومش عارف أعمل إيه، ومع كل الضغط اللي أنا فيه ده ولما شفتها طالعة من الأوضة معرفش إيه اللي خلاني عملت كده. لوهلة ومن غير أي تفكير ومن غير ما أحس بنفسي حطيت عليها المخدة وطلعت، عقلي صور لي ان كده هرتاح وكل حاجة هتخلص والوجع هيروح،
وبعدها كنت ناوي أموت نفسي، وساعتها كل القلق هيخلص وكل حاجة هتخلص. لكن بعدها فقت لنفسي ورجعت وحاولت أنقذها، ولأني ما كنتش أقدر أبرر لك ده مهما حاولت، قلت أضرب عصفورين بحجر واحد، أخلص من والدتك اللي قتلت بنتي وأنقذ نفسي من أنك تعرف الحقيقة. لكن صدقني أنا ما قتلتش جنة، أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لي، أنا مش حاسة أني كويسة ومش فاهمة أنا مالي. الموضوع اتعقد أكتر، بس أنا ربنا ألهمني أعمل وقتها حاجة أنا حسيت إنها ممكن تساعدنا. طلبت إننا نشوف تسجيلات الكاميرات كلها من تاني، واللي كان زي ما توقعت، هو ما شافش منها حاجة غير يوم حادثة بنته بس. طبعا أنا كنت بشوف الجزء اللي بيسمح لي بيه بس بعد ما بيشوفه هو احتراما لحرمة بيته، إنما اللي تقريبا عمرنا ما تصورناه هو التسجيل اللي شفناه ليلة الحادثة. الفيديو كان للشغالة وهي بتحط حاجة في سرير البنت، بس ما كانش واضح ايه الحاجة دي. وقفت عند سريرها وفضلت تتكلم شوية وتعمل حركات مش مفهومة، ولما رجعنا نشوف الفيديوهات القديمة كلها اكتشفنا ان دي مش اول مرة، وانها عملت كده في أوضة الجدة برضو. بدأنا ندور في الأماكن اللي كانت بتحط فيها الحاجات الغريبة دي علشان نعرف هي إيه وغرضها من اللي حطته ده إيه. والمفاجأة كانت إنها بتحط مثلا خصلات شعر الجدة مخلوطة بدم على عظم مش معروفة، وعظم إيه، ورق عليه كلام شبه الطلاسم، وفي رسومات في بعض زوايا الأوضة. ولما دوروا أكتر اكتشفوا إن مش بس أوضة البنت وجدتها اللي كان فيهم الأسحار دي، لكن أوضة الأب والأم كمان. واضح إن الشغالة غرضها الأذية، ودي مش أول حادثة أسمعها عن شغالات من البلد دي بيعملوا أسحار، وده لأن بلدهم مشهورة بكده. طبعا التصرف الأول كان إننا طلبنا من الشغالة تيجي بشكل طبيعي جدا، بحجة إن البنت خرجت من المستشفى ومحتاجينها تاني. ولما وصلت كنا بلغنا البوليس وقبض عليها بسبب التسجيلات. وفي التحقيقات الشغالة انهارت وقالت انها سمعت اهل البيت اكتر من مرة وهم بيتكلموا عن انهم يمشوها، وهي كانت في الاصل بتفهم عربي لكن بتخبي عن اصحاب البيوت اللي هي شغالة فيهم علشان تقدر تعرف اسرارهم براحتها ونيتهم تجاهها. ولما عرفت ان السبب اللي هيخليهم يمشوها هو اللغة علشان الجدة، اتزنقت في خانة اليك. لا عرفت تقول لهم انها بتتكلم عربي وبتفهمه، ولا عرفت تعمل ايه علشان ما تمشيش، لانها ممكن بالشكل ده يرحلوها تاني على بلدها. وعلشان كده لجأت لشغالة زميلتها في مكتب التوظيف اللي جاية منه، معروف عنها ان في ناس كتير في عيلتها بيفهموا في السحر وهي منهم. بدأت تقولها تعمل ايه علشان تتسبب في مشاكل اهل البيت علشان ينشغلوا عنها وما يمشوهاش. لكنها في النهاية أنكرت إن ليها علاقة بقتل البنت والدواء، وإن آخرها كان السحر اللي صاحبتها علمته لها واللي كان غرضه الوحيد إنها تفضل في البيت، وإن موت البنت أصلاً مش هيكون في صالحها لأنه وارد جداً يمشوها بعدها. محدش عارف الحقيقة فين، ولو افترضنا إنها صادقة فمين اللي قتل البنت؟ ويا ترى اللي حصل للعيلة دي من مرض وأذى كان سببه سحر ولا مرض نفسي؟ محدش عمره هيقدر يجزم. لكن أحمد ومراته قرروا إن هم يجيبوا شيخ يرقيهم هم والبنت من باب التحصين والبركة، ولو إني أظن إن أكتر حاجة هتريحهم دلوقتي إنهم يعرفوا اللي حصل لبنتهم. لكن البوليس كمان ما اكتفاش بكده، وبدأوا يدوروا على البنت اللي ساعدتها يمكن توصلهم لحاجة، خصوصا إنها خافت تقول اسمها لأنها متمرسة في موضوع السحر وخافت تأذيها. وعشان كده تحفظوا على تليفون الشغالة وبدأوا يبحثوا في الأرقام اللي هي كانت بتتصل بيها، وفعلا وصلوا للبنت. بس مش ده بس اللي وصلوا له، في رقم كمان كانت على طول بتتصل بيه كل يوم أو كل يومين تقريبا، ودايما في مواعيد متأخرة، يعني بتكون العيلة على الأغلب نامت. صاحب الرقم كان مفاجأة للكل، بس سبب اتصاله بالشغالة كان أغرب. اللي اتصل كان أخت مرات الراجل،
لكن مش زي اللي جه في دماغك. لا، مش أختها اللي راحت يومها، لكن أخت تانية. مع العلم أن أختها اللي راحت دي مش شقيقتها، والأخت اللي اتصلت دي شقيقتها. الشغالة لما الحقيقة بدأت تظهر وحست أنها هتشيل الليلة لوحدها، اعترفت بكل حاجة من الأول خالص. الخالة دي في مرة من المرات شافت الشغالة بتسرق، وبدل ما تمسكها وتنبه أهل البيت سطرت عليها وبدأت تهددها وتستغلها علشان تسرق أكتر. طلبت منها أنها تأذي أهل البيت بأي شكل، حتى لو عن طريق السحر، وتنقل لها أخبارهم أول بأول. ومش بس كده، دي كانت بتخليها تحط حبوب للأم وهي اللي وصلتها للحالة النفسية دي. وكل ده وما اكتفتش، دي قررت كمان تتعاون مع الشغالة علشان تقتل الطفلة جنة. استغلت الوقت اللي كلمت فيه أختها وعرفت أن أختها التالتة عندهم وأنهم نازلين بعدها، وقالت لها تحط الدواء في اللبن بتاع البنت، وبكده الشك عمره ما هيجي ناحيتها. والشغالة قالت حوار العصير ده علشان تبرأ نفسها، ولو حد شك بعد كده هيشك في الأخت التانية. أيوة، الخالة والشغالة قتلوا البنت بدم بارد قدام جدتها، لكن الخالة أنكرت في البداية. إنما مع ضغط وكيل النيابة والأم وحتى الشغالة نفسها، انهارت واعترفت بكل اللي حصل. الموضوع ده أصوله ممتدة من سنين طويلة قوي، من وإحنا أطفال. أمي الله يرحمها كانت دايما بتفضلها عليا، هي البنت المثالية اللي ما حصلتش، وأنا الفاشلة، أنا الخلفة اللي تعر. حتى لما أمنا ماتت وأبويا اتجوز وخلف كمان، مراته التانية كانت بتعاملها أحسن مني، يمكن أحسن من بنتها كمان. وحتى لما كبرنا وقابلت أحمد اللي كان شغال عند بابا، وقتها أعجبت بيه واتفاجئت إنه بيخطبها. نار الغيرة كانت هتموتني، وقتها تقدم لي واحد غني جدا، فوافقت من غير ما أعرف طباعه، حتى علشان أحس إن أنا أحسن منها. واتجوزنا، وسنة ورا سنة هي حملت وأنا لأ، لحد ما اكتشفت إن جوزي عنده مشكلة وعمرنا ما هنخلف. الكلام ده عرفته يوم عيد ميلاد جنة الرابع. اكتشفنا متأخر جدا لأن جوزي فضل سنين رافض إنه يكشف، وكان اليوم ده هو اليوم اللي شفت فيه الشغالة بتسرق وداريت عليها. وفي مقابل ده كانت كل يوم تنقل لي أخبارهم في التليفون وتحط لهم أسحار وحبوب مهلوسة. أنا كان غرضي أحرمها من كل حاجة زي ما أنا اتحرمت زمان، اتحرمت من الحنان ومن الخلفة، وهي حياتها ما فيهاش غلطة، كان لازم تتوجع علشان تحس بيا. وموضوع تعب حماتها ده جه في مصلحتي، وشالت هي الليلة وقتها، خصوصا بعد الحركة اللي تسببت في دخول جنة المستشفى أول مرة، واللي أوحيت لي بالخطة دي من البداية. الحقيقة أني كنت فاكرة نفسي ذكية ومحدش هيكشفني، لكن جه اليوم اللي غروري يكون السبب في أن الحقيقة تبان. لكن أنا كنت واثقة أني مش هتكشف، لدرجة أني ما خدتش احتياطاتي. أنا كنت بعملها حلو لدرجة أني عمرها ما شكت أني بكرهها، بل بالعكس أنا كمان كنت بحاول أسوق علاقتها بأختها التانية، لكن كل مرة كنت بفشل. بس المرة دي حتى لو اتكشفت فأنا نجحت أن أدمر لها حياتها على الأقل، وده اللي هواسي بيه نفسي وأنا في السجن. هي كده خلاص مش هتقدر تعيش سعيدة تاني لبقية عمرها. طبعا أم البنت في المواجهة انهارت، وتقريبا مسكت في رقبة أختها لما قربت تخلعها، وفضلت تدعي عليها بحرقة. وبعدها راحت مع جوزها عندي علشان ياخدوا والدته ويستسمحوها على اللي عملوه. لكن الميزة الوحيدة اللي الألزهايمر عملها إنه على الرغم من كل اعتذاره ليها، إلا إنها ما كانتش فاكرة ولا عارفة أي حاجة، ما كانتش عارفة أي حاجة من اللي أحمد ومراته عملوه معاها، ولا حتى فاكرة موت حفيدتها. مش كل حاجة بيكون ليها علاقة بالسحر وأذية البشر، في حاجات خارجة عن إرادتنا بتيجي من غير سابق إنذار وبتشقلب لنا حياتنا. عشان كده لازم نزرع خير طول الوقت
علشان لما نقع نلاقي اللي يسندنا حتى لو كان غريب. مصر، القاهرة، فبراير 2023. بعد ما خلصت حفل توقيع كتابي الأول في معرض القاهرة الدولي للكتاب، روحت بيتي وأنا هلكان. خدت دش سخن وأكلت، وبعد ما ريحت جسمي عملت قهوة وقعدت في الصالون. لكن وأنا قاعد وبشرب القهوة سمعت صوت مراتي وهي خارجة من أوضة النوم. كده كل حاجة بقت تمام، هتعوز حاجة تانية يا وليد؟ بصيت ناحيتها، كانت ماسكة شنطة كبيرة بإيد، وبالإيد التانية ماسكة ابني اللي عنده 4 سنين. إيه ده؟ أنت رايحة فين؟ رايحة عند رجاء أختي، أنت نسيت ولا إيه؟ مش أنا قلتلك إنها هتولد بكرة الصبح وإن أنا لازم أكون جنبها؟ خبطت بإيدي على جبهتي وأنا بفتكر كلامها اللي قالتهولي من يومين. أوبس، حايك عليا منال، والله العظيم نسيت، الشغل على الكتاب وحفلات التوقيع نسوني. ولا يهمك يا حبيبي، ربنا يعلي مقامك بين الناس واشوفك احسن واحد فيهم. ربنا ما يحرمني منك يا حبيبتي. طب بقولك ايه، استني هقوم اغير هدومي واجي علشان اوصلك. لا لا لا، مش مستاهله، ارتاح انت ونام، انا طلبت اوبر خلاص. ده انت عيني تلاقيك طالع عينك النهارده في الزحمه. زحمه؟ وانهي زحمه؟ ده زي ما يكون القاهره كلها اتجمعت في المعرض. معلش يا حبيبي، وانا مقدره تعبك ومجهودك والله، وعلشان كده عملت حسابي والعربية واقفة تحت اهي. يلا خلي بالك من نفسك. حاضر، وانت كمان منال، لما توصلي اتصلي بيا، طمنيني. ردت عليا وهي بتفتح الباب وبتخرج. حاضر، هرن عليك علشان لو نايم ما تصحاش. باي 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 يا حبيبتي. ومشيت منال وسابتني قاعد لوحدي. مسكت فنجان القهوة وشربت منه شوية، بس لما جيت احطه على الترابيزة اللي قصادي بصيت على نسخة الكتاب بتاعي. مسكتها وقلبت فيها، وقبل ما أقرأ آخر كام سطر واللي أساسا كتبت الكتاب علشانهم، جرس الباب رن. سبت الكتاب وقمت علشان أفتح، وفي الأول كنت فاكر إن اللي بيرن الجرس هي منال، احتمال تكون نسيت حاجة ورجعت تجيبها. لكن قبل ما أفتح وقفت اللحظات، منال معاه المفتاح. أمال مين اللي على الباب؟ مين؟ قلت كده وبصيت في العين السحرية. كان قصاد الباب من الناحية التانية راجل معرفوش، كان لابس بدلة وشكله كبير في السن، ومع بصيتي عليه رد بصوت عالي: مش ده بيت الأستاذ وليد الدكروري بتاع وزارة الآثار؟ فتحت الباب وبصيت عليه باستغراب: أيوة أنا، مين حضرتك؟ ابتسم في وشي ورد عليا بسماحة: أنا منذر، المهندس منذر، جايز حضرتك ما تعرفنيش، لكن أنا أعرفك كويس. تفحصته المرة دي ببطء أكتر، لكن شكله كان عادي، شخص تقريبا في الخمسينات، جسمه متناسق وله دقن خفيفة كده، ولابس بدلة شكلها غالية جدا. لكن وقت ما كنت بجيبه من فوق لتحت كده سألته: أمرني، في حاجة أقدر أقدمها لك؟ في الحقيقة لأ، أنا مش جاي لك علشان تقدم لي، أنا جاي علشان أساعدك. لما قال كده بنفس ابتسامته اللي ما فرقتهوش من وقت ما شفته، رديت عليه وأنا لسه برضه مستغرب، قلت له: تساعدني؟ تساعدني إزاي وفي إيه؟ مش فاهم. أساعدك في إنك تعرف أكتر عنها، عن قرية العقارب. آه، نسيت أقولك صحيح، أنا كنت المهندس المسؤول عن مشروع تطوير الطريق إياه، فاكره؟ الطريق اللي بيودي للمنيا، واللي وقت الحفر علشان تطويره لقينا المقابر إياها، المقابر اللي بسببها حضرتك كتبت الكتاب بتاعك. لما قال لي كده دخلته على طول، أنا أصلا بدور على أي حد يساعدني في إني أثبت إن قرية العقارب كانت موجودة بجد، مش مجرد أسطورة وحكاية خيالية مكتوبة في كتابي. وللسبب ده سمحت له إنه يدخل وقفلت الباب. وبعد دخوله قعدته في الصالون. تشرب ايه يا باشمهندس؟ ولا حاجة. ايه ده، هو ده الكتاب بتاعك؟ قال لي كده ومسك النسخة بتاعت الكتاب اللي كانت جنب فنجان القهوة.
بص على الغلاف وابتدى يقرأ اللي مكتوب عليه. قرية العقارب بين الحقيقة والخيال، كتابة عالم الآثار وليد الدكروري، غلاف عظيم واسمي شد. بعد كده فضل يقلب بين الصفحات بتاعت الكتاب لحد ما وصل للصفحة الأخيرة. وفي النهاية يا عزيزي القارئ، وبعد أن وضعت الحقيقة بين يديك، أنت من لك الحق في التصديق من عدمه، كما لك الحق في الإجابة عن ذلك السؤال: هل قرية العقارب قرية حقيقية، أم كل ما وجدته ورأيته كان مجرد خيال؟ بعد ما أرى الكلام ده من الكتاب قفله وحطه قصاده وبصلي: لا، مش مجرد خيال يا أستاذ وليد، قرية العقارب كانت موجودة بجد، وعشان كده أنا جيت لك النهاردة. مش فاهم، هو حضرتك لقيت حاجة تثبت وجود القرية غير المقابر؟ ابتسم وقام وقف، وبعد كده مد ايده جوه الجاكيت بتاع البدلة بتاعه وخرج لي ملف ودهولي. الورق ده أنا لقيته أول ما اكتشفنا المقابر، كان جنب المذكرات اللي وصلت لك، وفي الحقيقة محدش قبلي قدر يلاقيه لأني خبيته وفضلت محتفظ بيه لغاية النهاردة. ولو هتقولي أنا احتفظت بيه ليه، هقولك معرفش، بس جايز لما تقرأ اللي جواه تعرف. أنت اقرأه اقرأه وصدقني بعد ما تخلصه هتلاقي جواه أكتر من اللي بتدور عليه بكتير. بعد إذنك. بعد ما قالي كده خد بعضه وراح ناحية باب الشقة، بس قبل ما يخرج وقفته بسرعة: استنى باشمهندس، في أسئلة كتير محتاج أعرف إجابتها منك. لف وابتسم لي: مش مهم أي أسئلة، المهم اللي مكتوب جوه الورق ده، ولو محتاج تعرف أي حاجة دلوقتي فأنا هقولك كلمتين. أنا حطيت بين إيديك كل تاريخ قرية العقارب، يمكن من قبل ما تبقى قرية من الأساس. يلا أسيبك تقرأ وهبقى أزورك بكرة. وفتح باب الشقة وخرج. بعدها قعدت على كنبة الصالون وفتحت الملف، كان جواه ورق كتير شبه ورق الباردي، بس الحاجة الغريبة ما كانتش في شكل الورق اللي كان لونه أصفر وريحته ريحة غريبة. ده الأغرب من شكله وريحته هو الكلام اللي مكتوب جواه بحبر أحمر، الكلام اللي لما ركزت فيه كويس كويس قوي قريت الآتي: البداية كانت في زمن بعيد، وقتها الناس كانوا بيعيشوا في قبائل، ومن ضمن القبائل دي كان في قبيلة صابها وباء، وللأسف كل أهلها ماتوا واختفوا، يعني أقدر أقول إن القبيلة كلها اتمحت ما عدا أخين اتنين. أخين سابوا القبيلة هما ومراتاتهم وعيالهم وقت الوباء. الأخين دول كانوا تايهين، فضلوا ماشيين كتير قوي لحد ما لقوا ترعة، وكلمة ترعة وقتها معناها كنز، ما هي مية عذبة وزرع، يعني حياة جديدة وزراعة. لكن الأخين بعد ما قرروا إنهم يقعدوا في الأرض اللي جنب الترعة، وبعد أول يوم ليهم اكتشفوا إن الأرض كانت مليانة حفر، حفر سكنها العقارب. ومع هجوم الليل هجمت العقارب السود على الأخين وعيالهم، لكن الأخ الأكبر وقف قصادهم وقرأ شوية أدعية دعا ربنا إنه ينجيه منهم. وفي وسط ما هو بيدعي سبتت العقارب في مكانها، وظهر من وسطهم دخان أسود اتشكل على شكل راجل ضخم مارد من الجن. كان هو الملك على عشيرة الجن اللي ساكنة الأرض، واللي كل أهلها تعودوا إنهم يتشكلوا في شكل عقارب سودة علشان يحموا نفسهم من البني آدمين. ومع ظهور المارد وظهور إيمان الأخ الأكبر بربه اللي خلقه، اتكلم معاه المارد وقال له إنه مش هيأذيه، مش هيضره، لأنه طيب وظاهر على ملامحه الخير. لو كمان قال له إن هو والعشيرة كلها هيسيبوا لهم الأرض، يعني من الآخر المارد عمل زي عهد مع الأخ الأكبر، والعهد هو إن العشيرة تسيب الأرض للأخ وأخوه ولعيالهم ولنسلهم من بعدهم، ويعيشوا هما تحتها. وعلى الناحية التانية اتعهد الأخ بطلبات طلبها منه المارد: أولاً مفيش بشري من اللي هيسكن الأرض دي يأذي جن أو عقرب أسود، وثانياً يتحرم على الأخ وعلى أخوه وعلى نسلهم من بعدهم إنهم يمارسوا السحر على الأرض دي، ولو حصلوا هما ماتوا
وحد من نسلهم مارس السحر بعد سنين، ممكن يمارسوا آه، لكن مش من حقه إنه يمارس نوع من أنواع السحر الأسود اسمه سحر سم العقارب. وبس انصرف المارد والعقارب رجعوا للحفر أو للجحور واختفوا. ومن يومها والأرض بقت ملك للبشر، أو بالتحديد للأخ وأخوه ومراتاتهم وعيالهم ولنسلهم من بعدهم. لكن مع مرور السنين النسل كبر والبشر كتروا على الأرض وبنوا قرية، كانت قرية اسمها قرية العقارب، والقرية اتسمت بالاسم ده علشان النسل الأول من اللي بنوها كانوا عارفين إن عشيرة جن العقارب السودة كانوا عايشين تحتها. أما عن أهل القرية بقى، أو نسل الأخين يعني، فكانوا ناس طيبين، منهم اللي بيزرع ومنهم اللي بيشتغل واللي بيسعى وبيعمر الأرض. واستمر على الوضع ده لحد ما بعد سنين ظهر وسطهم اللي بدأ كل حاجة، البهلول. والحد هنا بيخلصوا أول ورقتين، ومن بعدهم ابتديت في قراية الورقة التالتة، وبدأت الكلام اللي كان مكتوب فيها هو عنوان غريب: منادي الأموات. بعد ما قريت العنوان ده وقبل ما أقرأ بقية الكلام اللي مكتوب، حسيت إن عناية بتزغلل وإن راسي بتتقل. قبل قرون في قرية ما من قرى مصر، بالتحديد قرية العقارب، في وسط النهار وفي عز ما كان سوق القرية مليان بالبشر، كان كل واحد في ملكوته، اللي بيبيع واللي بيشتري، اللي بيفاصل واللي بيضحك. ومن وسط البشر ظهر هو راجل لابس جلابية متقطعة، شعره طويل ومتبهدل بالتراب زي دقنه، وشه مسود من كتر ما توسخ وبقى زي بقية جسمه. كان ماشي يتلفت حواليه ويبص في وشوش الخلق. لقمة اديني لقمة. لما كان بيقول للناس كده محدش كان بيعبره، كان كل واحد سارع في ملكوته، محدش مهتم بيه ولا بيبصله، بل بالعكس دول كانوا بيبعدوا عنه وبيبصوله بقرف بسبب شكله. وياريتها جت على كده وبس، ده من وسط الناس ظهروا أطفال وجري وراه بالطوب وهم بيهللوا بعلو صوتهم: العبيطة أهو أهو، البهلول أهو أهو. أما البهلول ففي اللحظة دي كان بيجري منهم، وفضل يجري وهو بيحاول يدارى وسط الناس اللي كانوا بيبعدوا عنه. وبعد ما جري لفترة طويلة وصل عند دكان البيع النحاس، صاحبها راجل في السبعينات وشه مريح ومبتسم دايما. وأول ما شاف البهلول وهو بيقرب منه، الابتسامة اللي على وشه راحت. ولما البهلول جري واستخبى وراه المرة دي ما تكسفش، محدش خزله وقال له اجري من هنا، ده اللي حصل هو العكس تماما. الراجل صاحب الدكانة وقف للعيال وزعق فيهم: يلا يا قاضي انت وهو من هنا، سيبوه في حاله، ده راجل غلبان. وفعلا العيال سمعوا كلام الراجل ومشيوا، لكن وقتها البهلول ممشيش، ده قعد على الأرض وبصل صاحب الدكانة وهو بيعيط: شياطين عاوزين يموتوا البهلول. لما قال كده للراجل هو بيتهته لأنه مريض وزي ما بيقولوا عنه يعني عبيط، قرب منه الراجل ومسح دموعه: ما تزعلش يا ابني، هما مش شياطين، دول بس كانوا بيلعبوا معاك. لا مش بيلعبوا، دول عاوزين يموتوا البهلول. ضحك الراجل وقعد على ركبه وبص للبهلول: لا يا سيدي ما تخافش، محدش هيموتك يا سي البهلول. اتبدلت ملامح البهلول من الخوف والعياط للفضول، بص حواليه واتكلم وهو بيبلع ريقه: لقمة، البهلول عاوز لقمة. طب الراجل عليه ودخل جاب له أكل جوه حلة من الحلل النحاس اللي عنده. بص البهلول للأكل وابتدى ياكل بشراهة شديدة، أما الراجل فكان مبتسم وهو باصص له. وبعد ما الأكل خلص قام البهلول وهو ماسك الحلة الفاضية وبص للراجل: دي كان بيقول كده وهو بيبص على الحلة اللي في إيده.
بس الراجل ما كانش فاهم قصده وعلشان كده سأله: ايه ما شبعتش؟ عاوز اكل تاني؟ بس البهلول هز راسه شمال ويمين: لا لا دي هاخد دي. ابتسم الراجل وخبط على كتف البهلول: عاوز الحلة يعني؟ ماشي يا سيدي، حلال عليك. ابتسم البهلول وخد الحلة وكان ماشي في طريقه، لكنه فجأة وقف وبص للراجل وسأله: انت اسمك ايه؟ رد عليه الراجل بنفس الابتسامة الطيبة: انا عمك الخيال، بياع النحاس. بعد ما البهلول عرف اسم الراجل رفع ايده وبص للسماء: الخيال طيب طيب الخيال، يا رب الخيال يخش الجنة. وبعد كده مشي وعدى اليوم بسرعة البرق، ولما الليل رمى شباكه على السوق ظهر الشاب عويس اللي بيشتغل غفير عند كبير الغفر. دخل دكانة أبوه الخيال وبعد كده خده وروحوا لبيتهم. أما البهلول فكان بيلف بين شوارع القرية وفي إيده الحلة النحاس، وزلطة جابها من الشارع، كان ماشي زي المجازيب. ولا زي ليه، هو فعلا كان مجذوب، مجذوب وماشي في عز الليل، مجنون بيخبط على الحلة النحاس بالزلطة وينادي بصوت عالي: الخيال مات مات وبيضحك للموت يا ولاد. وفضل يهلفط بالكلام ده وسط الناس، الناس اللي محدش منهم كان مهتم بيه ولا بيسمع له، أصل خيال مين اللي مات وهو لسه مروح مع ابنه. لكن مع طلوع النهار بسرعة البرق برضه خرج صوت صويت من عند بيت الخيال، ولما الناس اتجمعوا وراحوا علشان يعرفوا سبب الصويت اتفاجئوا بعويس ابن الخيال وهو بيقول لهم: أبويا كان كويس وكان عمال يبصلنا ويضحك، ده حتى قعد اتعشى معانا ولمنا كلنا حواليه، بس بعد ما ناموا على بعد صلاة الفجر دخلت شقر عليه وللأسف لقيته مفتح عينيه وباصص للسقف وهو بيضحك وكان قاطع النفس. وبس ابتدوا أهل الخيال يحضروا للدفنة، ومن بعد الدفنة نصبوا العزاء قصاد بيته. لكن وسط ده كله الناس اتقسموا لنصين، منهم اللي كان شايف ان البهلول شيخ ولي بيعلم الغيب، ما هو عارف ان الخيال بتاع النحاس هيموت من قبل حتى ما يموت، ومنهم اللي قال لا دي صدفة، البهلول راجل مخبول مجذوب قال اي كلام وبالصدفة عم الخيال مات. ومن كتر الكلام والهمس بين الناس ظهرت هي المعددة غوايش، كانت بنتها ماسكة ايديها ومسندها لحد بيت الخيال. وبعد ما دخلت البيت وقعدت مع الحريم في العزا ابتدت تعمل شغلها، كانت بتصوت وبتولول وبتعدد على الميت، كانت بتقول اي كلام وهي بتمثل الحزن والقهرة علشان تاخد لها عشوة حلوة وقرشين. وبعد ما العزا خلص وغوايش خلصت خدتها بنتها من ايديها وسندتها علشان يروحوا لبيتهم. بس وقت ما كانوا مروحين ظهر من وراهم البهلول: لقمة لقمة يا ست، لقمة يا رب تخش الجنة. لما قال غوايش كده لفت وبصت له بقلق وخوف: انت عاوز ايه يا مخبول يا ابن المخابيل؟ انت جاي تبشر عليا زي ما بشرت على الخيال؟ جاي تاخد اجل يا بهلول الكلب؟ لما قالت كده بنتها طبطبت عليها: ما تقوليش كده بعد الشر عنك ياما، ان شاء الله هو وكل اللي يتشدد له. وكل غل وكره قربت من البهلول ووطت على الارض ومسكت حفن التراب ورمتها في وشه: غور غور، ربنا ياخدك يا بوز الغراب. وقتها البهلول ما تكلمش، دخل التراب في وشه ولف، قعد على الأرض وفضل يعيط وهو بينفض التراب اللي غرقه. وفي الوقت ده من وسط الناس اللي خارجين من العزا شاب لابس جلابية بيضة كان باين انه طيب، لما شاف بهلول وحالته جري ناحية زير وجاب منه شوية مية وراح للبهلول غسل وشه من التراب وطبطب عليه: ما تعيطش يا بهلول،
اهو التراب اتشال اهو. قول لي بس، هو مين اللي عمل فيك كده؟ بصله البهلول بحزن. ام حسن بنت غوايش المعدده. ضرب الشاب كف بكف وهو بيقول بصوت مسموع: لا حول ولا قوه الا بالله. بس لما الشاب قال كده ظهر من وسط الناس راجل طيب شكله بيقول انه شيخ. بص ناحيه البهلول والشاب اللي قاعد جنبه نده بعلو صوته: وادي يا محمود، يا محمود يا باجوري، تعال يلا علشان نمشي. قام محمود من جنب البهلول بعد ما ساب له قرشين وروح مع ابوه. ابوه يبقى شيخ البلد، الشيخ الباجوري. اما المعدده غوايش وبنتها ففي نفس الوقت كانوا واقفين قصاد بيت غوايش. يلا يا بنتي، تتلاقي الواد ابنك واخته اتفلقوا من العياط. لما المعدده قالت لبنتها كده فتحت البنت اللي كانت شابه بيت الباب ودخلتها. بعد كده رجعت كام خطوه لورا وقالت لامها: لا يا اما، ادخلي انت وعشي العيال، انا هروح مشوار مهم وهرجع متاخر. بصت لها امها من فوق لتحت وقالت لها وهي متضايقه: برضو رايحه الهدهد العارف؟ برضو وماله هدهد العارف ياما؟ اهو احسن من جوزي اللي سابني وطفش، راجل طيب وبيعلمني شغلانه هتاكلني العسل. عسل؟ ومن امتى العارفين بيجي من وراهم عسل؟ قولي بيعلمك شغلانه هتجيب اجلك، هتوديكي جهنم مش عسل. قطعت البنت امها وهي بتزقها لجوه: خشي ياما، خشي خشي يا معدده، اللي شغلانتك ما توديش جهنم. الجهنم قال المعديده بتتكلم عن جهنم. وفعلا اتقفل الباب ومشيت البنت في طريقها. طب وامها؟ غوايش بعد ما دخلت وحطت الاكل الحسن حفيدها هو واخته، وبعد ما اطمنت انهم اكلوا وناموا، طلعت البن من تحت كنبتها وقعدت وهي قلقانه. كانت بتفكر في ظهور البهلول وفي موت الخيال، وبسبب قلقها وخوفها من اللي فكرت فيه فضلت سهرانه خافت تنام. وعلشان تفضل صحيه شربت بن كتير، كوبايه تجر كوبايه وهي سرحانه وعيونها زايغه. لكن في نفس الوقت جوه السوق اللي كان بدا يضلم ظهر البهلول وهو ماسك الحلة والزلطة، وزي الليلة اللي فاتت كان بيخبط على الحلة بالزلطة وبينادي بعلو صوته: المعددة ماتت ماتت والجنازات اهي فاتت فاتت، ست غوايش ماتت ماتت والجنازات اهي فاتت فاتت. وبرغم اللي حصل قبل كده إلا إن الناس القليلين اللي كانوا موجودين في السوق ما اهتموش لكلامه، كل واحد منهم كان همه حاله. وعلى بعد الفجر كده ومع بداية ظهور أول خيط من خيوط الشمس كانت أم حسن بتفتح باب بيتها وبتدخل. بس مع دخولها وبمجرد ما عينيها وقعت على الكنبة اللي أمها كانت قاعدة عليها صرخت. أيوة، الست غوايش كانت ممددة على الكنبة ومبرقة عينيها للسقف، كانت ملامحها مرعوبة خايفة وكأنها شافت شياطين جهنم قبل ما تاخد آخر نفس ليها من هوا الدنيا. أيوة، ماتت المعددة، وزي ما حصل مع الخيال حصل معاها جنازة ودفنة وعزة. لكن المختلف المرة دي إن غوايش ما لقيتش حد يعدد عليها، والمختلف كمان إن بنتها أم حسن بقت مقتنعة إن البهلول هو السبب في موت أمها، وعلشان كده قلبت الدنيا عليه. فضلت تدور في السوق وعند الترب بس مفيش، البهلول اختفى كأنه فص ملح وداب. طب البهلول راح فين؟ البهلول لما حس بالخوف وبعد ما سمع من أهل البلد إن أم حسن بتدور عليه خد بعضه وراح عند بيت بعيد، بيت في آخر البلد، كان بيت تاجر معروف. استخبى جنبه وهو خايف، قعد على الأرض وسند ظهره على جدار من جدران البيت وحط الحلة والزلطة قدامه. وبعد ما قعد بشوية ظهرت مرات التاجر، بصت للبهلول بشفقة صعب عليها، وفجأة رفع البهلول راسه وبصلها: لقمة يا ست، لقمة لقمة، يا رب تخش الجنة. ابتسمت مرات التاجر وعيونها لمعت،
وبحركة سريعة دخلت جوه البيت وخرجت للبهلول. حطت قصاده أكل وطبطبت عليه، لكن وقت ما البهلول كان سرحان في الأكل اللي قدامه، وقطت الست على ودانه وهمست له بكلام، كلام ما قدرتش أسمعه. بس لأ، أنا ما سمعتوش، لكني شفت ملامح البهلول وهي بتبتسم. وبس الوقت عدى بسرعة البرق كالعادة، ومن وسط السوق بالليل وقت ما أم حسن كانت نايمة في بيتها بسبب فرهضة اليوم، ظهر البهلول. كان ماسك الحلة في إيد والزلطة في الإيد التانية، وبكل سعادة ملهاش معنى كان بيخبط ويهلل وهو عمال يتنطط: عم جعوري مات مات، الدق صاب بطنه ومات مات. وفي الآخر اتكوم البهلول في حتة متطرفة في البلد ونام. ومع طلوع النهار وعند بيت التاجر اللي في آخر البلد اتسمع صوت سويت. كان سويت مرات التاجر اللي طلعت تجري وتستغيث بالناس: الحقوني يا خلق، الحقوني يا ناس، جوزي العجوري مات، قام الفجرية ومسك بطنه، كان بيتلوى زي التعبان، ولما عملت له عشاب مات قبل ما يشربها. ومات الجعوري زي ما البهلول قال، إنما المختلف أكتر المرة دي إن الجعوري ما كانش شخص عادي، لا ده كان كبير التجار وصاحب العمدة، العمدة اللي بعد ما حضر جنازة الجعوري وعرف بحوار البهلول قعد في بيته ونده على كبير الغفر: جعفر يا جعفر الزفت، أوامرك يا حضرة العمدة. بس العمدة للغفر اللي واقفين في المكان اللي هو قاعد فيه وبعلو صوته أمرهم: اخرج ياض انت وهو، وقفوا عند باب الدوار من بره. وبعد ما خرجوا الغفر بس العمدة لكبير الغفر وقال له بصوت واطي: الخيال ومن بعده المعددة ومن بعدهم الجعوري، كل دول ماتوا موتات عادية، اللي مات لأنه كبير في السن، واللي ماتت لأنها عيانة وكانت بتتمشى بالعافية، واللي مات بسبب الأكل الكتير اللي كان بيأكله. كل ده ماشي بيحصل، لكن اللي مش ماشي ومش بالسهل أنه يحصل إن الواد اللي اسمه البهلول ده يعرف أنهم هيموتوا قبلها. الواد ده وراه سر كبير. أيوة، ما هو يا مكشوف عنه الحجاب وبيعلم باسم اللي هيموت من قبل ما يموت، يا إما كذاب وهو اللي بيقتلهم. ضحك كبير الغفر ورد على العمدة بسخرية: لا يا أبا العمدة، لا لا لا، ده ولا ده، الواد ده مخبول أهطل، بس هو مبخت، وزي ما المثل بيقول بتيجي مع العمي طبات. والله ما حد أعمى غيرك، الواد ده مش عادي، في شيء لله، وعشان كده أنا عايزه عندي هنا. وإياك إياك يا طور المفهومية أنت تتعرض له بسوء، فاهم؟ أوامرك يا بالحاج، مسافة ما تاكل لك لقمة يكون قدامك. والله أمر بيه العمدة اتنفس حتى من قبل ما يشرب كوباية شاي واللي قبل الأكل ده. في دقايق كان البهلول قاعد قدامه، وقتها بصله العمدة وابتدى يتكلم معاه: وأخيرا يا عم البهلول، أو يا منادي الأموات زي ما أهل البلد بيقولوا عليك. لما العمدة قال كده بصله البهلول وابتسم ابتسامته الهبلة، الابتسامة اللي خلت العمدة يبتسم هو كمان ويقرب منه ويقول له بصوت واطي: ما هم حاجتين ملهمش تالت، يا انت مكشوف عنك الحجاب وفيك شيء لله، يا قتال قتلة، وانا بقى هعرف انت مين فيهم، وعشان اعرف هخليك عندي هنا. من الليلة دي انت في حمايتي، مراتي والبنات عند حماية، وانت هتقعد في المضيافة الليلة دي، هتقعد لحد ما نشوف بقى هتنادي على مين الليلة دي. والغريب ان بعد ما العمدة قال كده ملامح البهلول ما ظهرتش عليها اي تعابير، ده فضل باصص للعمدة وهو لسه مبتسم وقال له بكل سذاجة: لقمة لقمة يا عمدة. بعد كلام البهلول نده العمدة بعلو صوته: يا كبير الغفر، انت جعفر الزفت، اهو امرك يا بالعمدة. طب
تاخد البهلول وتحميه وتلبسه جلابيه نظيفه، وبعد ما ينضف تقعده في المضيفه وتجيب له اكل، وانا كمان خلي الغفر يجيبولي العشاء. هز كبير الغفر راسه للعمده ونظف البهلول وقعد في المضيفه، وبعد ما حط له الاكل وابتدى البهلول ياكل، بص له كبير الغفر من فوق لتحت وضحك، ضحك ضحكه غريبه وكانه بيسخر من وجود البهلول في بيت العمده، او كانه بيقول لنفسه المكذوب طلع محظوظ والعمده بنفسه بقى بيحميه. انما ضحكته دي ما كانتش هي الامر المهم، ده الاهم ان كبير الغفر بعد ما قفل باب المضيفه وخرج وراح وقف مع واحد من رجالته كان عويس الخيال، ابن الخيال بتاع النحاس، ومع وقوفهم سوا وبداية كلامهم قام البهلول من مكانه ووقف ورا الباب علشان يسمعهم. ما تزعلش يا عويس، انا عارف انك نفسك تاكله بسنانك علشان هو السبب في موت ابوك، لكنه حكم القوي. لا يا كبيرنا، انا مش زعلان علشان العمده جاب البهلول لحد هنا، انا شايف انه عبيط وملوش يد في موت ابويا، انا بس زعلان علشان حاجه تانية. هدهد العارف، الراجل جالي النهارده وطلب مني اتوسط له عند العمده علشان يعرف يشتغل في النور، ومش كده وبس، تعرض عليا فلوس ياما، بس المشكله في العمده. ايوه المشكله في العمده يا عويس، العمده قايل للغفر انهم لو عرفوا بس ان اي حد شغال عارف يجرجروا لحد عنده، وطبعا هيتعمل فيه حاجه من الاتنين، يا هيتامر بموته يا هيطرد بره البلد. ايوه، وهو ده مربط الفرس، هدهد لو اشتغل في النور هو واللي زيه هينغنغونا فلوس، اظن انك محتاج كل قرش ولا ايه؟ اي والله معاك حق يا ابن الخيال، عموما ما تشيلش هم هتتحل. وفي وسط ما هم واقفين وبيتكلموا دخل واحد من الغفر وقال لجعفر ان عشا العمده وصل، سكتوا هما الاتنين عن الكلام وخد جعفر الاكل ودخل العمده. وبعد ما خرج جعفر وقفل الباب وراه بص ناحيه اوضه البهلول وابتسم، وبعدها راح ناحيه عويس اللي كان واقف لوحده بعد ما الغفير اللي جاب العشاء ما مشي، وقف جنبه قرب منه واتكلم معاه كلام كتير ما قدرتش اسمعه. ومن بعد ما خلصوا كلامهم مشي عويس وروح على بيته، لكن وفي نفس الوقت ده كان البهلول قاعد في المضيفه وماسك الحله والزلطه، الحلة والزلطة اللي ما فرقوش إيديه، خبط بالراحة على الحلة وسرح وابتدى يتكلم وهو بيبص على باب المضيفة المقفول. عم العمدة مات، الدق صابه في بطنه ومات. وفضل يقول كده لحد ما ابتدى النهار يشقشق، ومع طلوع النهار اتسمع صوت مش واضح، كان كلام متداخل. الغفر كلهم اتلموا وصاد باب أوضة العمدة وابتدوا يهمسوا البعض، ووسط الهمس والكلام اللي مش مسموع طلع صوت جعفر وزعق في كل اللي واقفين. العمدة مات يا أولاد، وزي ما انتوا شايفين مات وهو مسك بطنه ومبرق للسقف، وده معناه انه تقتل، حد سمه أو ضربه في بطنه، والحد ده أكيد موجود هنا. قطع كلام جعفر صوت عويس الخيال. ايوه، والحد ده يبقى البهلول يا كبير الغفر، انا سمعته وهو قاعد في المضيفه وعمال يقول ان العمده مات، صابه الداء في بطنه ومات، وده معناه ان البهلول مش بس قتل العمده، ده كمان قتل كل اللي ماتوا قبل كده. ومن وسط الغفر ظهر صوت غفير تاني، غفير وقف قصاد الكل وقال لهم بصوت عالي، ايوه البهلول هو القاتل، وبما ان العمده ما عندوش صبيان ولا له قرايب رجاله لسه عايشين، يبقى العموديه هتتنقل لكبيرنا عم جعفر. ودلوقتي يا ريس جعفر، وبعد ما بقيت العمده احنا بنطلبك بانك تجيب شيخ البلد، الشيخ الباجور ابو محمود، وتخليه يحكم على البهلول بالاعدام. بعد ما الغفير خلص كلامه كل الغفر هللوا، الظاهر كده ان كلامه مشي على هواهم، وللاسف اللي قالوا تنفذ. جي شيخ البلد وجابوا البهلول من المضيافة ووقف قصاده، ومش هو وبس، ده كان جنبه العمدة الجديد الرئيس جعفر
وعويس بن الخيال واتنين من الغفرة. وبعد ما شيخ البلد سمع كلام كل اللي كانوا واقفين، وبعد ما البهلول سكت وما دفعش عن نفسه، حكم الباجوري على البهلول بالإعدام قصاد أهل البلد كلهم. ومن بعد الحكم اتنقل البهلول من بيت العمدة لسجن القرية. وهناك وفي الأوضة اللي اتحبس فيها البهلول، كان قاعد ساكت باصص على الحلة والزلطة اللي جنبه وساكت. واستمر سكوت البهلول وهو سرحان لحد ما دخل عليه جعفر كبير الغفر، أو زي ما أنا عرفت من كلام الناس اللي حواليه إنه خلاص بالعرف وبقوانين القرية بقى العمدة الجديد. ولما دخل جعفر على البهلول في سجنه، بصله من فوق وتحت وسأله بغل وكره: أه يا ابن المستعبطة، إيه هتفضل عامل لي فيها عبيط لحد إمتى؟ ما خلاص لعبتك انكشفت ومعها حقيقتك بانت، لكن خلاص بكرة الصبح هتتعدم وحق كل اللي ماتوا هيرجع، الخيال ومن بعده المعددة والجعوري والعمدة، كل اللي انت قتلتهم حقهم هيرجع. لا هو عامل لي فيها بهلول، وقال ايه؟ بتنادي على اسماء الاموات قبل ما يموتوا. لما جعفر قال البهلول كده، البهلول قام وقف بص في عيون جعفر وابتسم، لكن ابتسامة البهلول المرة دي كانت مختلفة، ما كانتش هي نفس الابتسامة الهبلة اللي تعود يبتسمها، دي كانت ابتسامة حد عاقل، حد قرب من جعفر ورد عليه بكلام مترتب مظبوط، كلام ترص من واحد مستحيل يكون مكذوب. طب وفيها ايه لما اعمل بهلول او حتى منادي اموات؟ مش احسن ما اعمل فيها خدام لسيدي وانا في الاساس تعبان؟ بس مش ده المهم، المهم دلوقتي يا كبير الغفر او يا عمدة البلد، مش انت برضو بقيت العمدة الجديد؟ ايوه يا خسيس يا اللي كنت عامل فيها مكذوب وانت قتال قتلة، بس ما تقولش قتال قتلة، انا وانت عارفين مين اللي قاتل بجد. كذاب، انت اللي قتلت الخيال والمعددة والجعوري ما قتلتهمش، التلاتة دول ما قتلتهمش. الخيال كان راجل مريض، ومش بس مريض، ده كمان كان عارف بمرضه وكان عارف ان ايامه في الدنيا معدودة، العطارين قالوا له انه خلاص هيموت، وعشان كده كان متغير مع الناس وبقى وشه سامح وبقى بيصلي. اما انا فكل اللي عملته اني عرفت انه بيموت، عرفت انه بيموت في اللحظة اللي هو بيموت فيها، ولما عرفت قلت للناس. اما المعددة فدي ماتت بسبب خوفها من الموت، لما شافتني وقربت منها قالت ان انا نذير شؤم وخافت، افتكرت ان بقربي منها بقربها للموت، وبسبب خوفها فضلت طول الليل سهرانه وبتشرب في حاجات علشان تخليها صاحيه، ولانها ست كبيره وعجوزه قلبها ما استحملتش وماتت. وبرضه اللي عملته مع الخيال عملته معاها، لما عرفت انها بتموت قلت انها ماتت. اما الجعوري بقى فده مراته اللي قتلته، سميته علشان عرفت انه متجوز عليها واحده تانية، وهي بتحطيلي الاكل قالت لي اقول للناس انه هيموت بداء في بطنه، وزي الاتنين اللي قابله، لما عرفت انه بيموت في لحظه ما بيموت ناديت في الناس وقلت اللي هي قالت لي اقوله. اما العمده بقى، العمده تفتكر مين اللي قتله؟ مين اللي حطله السم في لقمته علشان ياخد مكانه ويخلي العارفين يشتغلوا في النور؟ انت كذاب وانت قاتل، ومش بس قاتل، ده انت كمان عاوز تعدم راجل بريء، راجل ما قتلش حد، عاوز تعدمه وانت عارف كويس قوي انه ما قتلش. بس انا في سؤال محيرني، انا من بعد ما تعدم وانت تبقى العمدة والعارفين يرجعوا يشتغلوا ويغرقوك في النعيم، بعد ده كله بقى مش خايف لا يتعامل معاك زي ما اتعامل مع العمدة؟ قرب جعفر من البهلول وقال له بصوت واطي: لا مش خايف، ولما تموت وروحك تطلع فوق هتبقى تشوف بنفسك، هتشوف اني هعيش وهموت في نعيم انا وكل اللي حواليا، وقت لما اجي اموت هيتعمل لي جنازه تليق بيا، تليق براجل غير قريه العارب وخلاها جنه بسبب فلوس العارفين. عوج البهلول بقه ورد على جعفر بنفس نبره صوته الواطيه: مش هيحصل. وبقول البهلول كان عنده حق،
ما هو القاتل لابد انه يتقتل او يتجنن، والعارفين سكتهم معروفه، اخرتها سواد على الكل. في اللحظه دي شد جعفر ظهره ووقف في مكانه، لف جسمه ورفع رقبته وخرج من السجن. بس وهو خارج نادى على حد من الحراس وقال له اللي جوه ده ما يتحطلوش لقمه لحد ما اللي هينفذ فيه الحكم يجيله بكره، وبقول لابو منير اللي هيعدمه انه يتوصى بالمشنقه، وبقول له انه هديله حته ارض علشان يشتغل فيها لانه كبر، وبلغه بانه خلاص ما بقاش مسؤول عن الاعدامات. وخرج جعفر من السجن، ومع خروجه النهار مر بسرعه البرق وجي الليل. بس في الليله دي وقصاد السجن لاحظت ان الحراس بيجروا، كانوا خايفين وهما بيبصوا لبعض. ومع اللي بيحصل ده كله سمعت صوت واحد منهم هو بيصرخ فيهم، البهلول اختفى من محبسه، البهلول اتبخر زي الدخان. ومن عند الجملة دي كل حاجة اتبدلت، المكان اتغير وما بقيتش قصاد سجن، أنا بقيت في وسط السوق والليل بقى نهار. وفي وسط السوق الناس كانوا ماشيين زي ما بيمشوا كالعادة، ومن بين المشيين ظهر بهلول. ما كانش هو البهلول الأولاني، هو كان مجنون ومتبهدل وماسك حلة نحاس وزلطة. العيال الصغيرين كانوا بيجروا وراه بيحدفوه بالطوب. قربت منه ودققت في ملامحه، وساعتها اتفاجئت لما اكتشفت انه جعفر. وفي اللحظة دي ومع تدقيقي في ملامحه المشهد اتغير، مش فاكر للمرة الكام، بس كل اللي أنا فاكره إني لقيت نفسي واقف جوا بيت المعددة غوايش، وعلى نفس الكنبة اللي ماتت عليها كانت قاعدة بنتها أم حسن، وقصادها كان قاعد عويس الخيال، الغفير عويس الخيال. بس لأ، ده من اللبس اللي هو لابسه كان واضح قوي إنه ما بقاش غفير، ده كان لابس جلابية نظيفة وعمة بيضة كبيرة. ومع قعدته قصاد أم حسن بصلها وضحك، مبروك يا ستي، أخيرا بقيتي عارفة ورستي هدهد، وإنت كمان مبروك عليك العمودية يا أخويا. ألا بالحق صحيح، ما تعرفش مين اللي جنن جعفر؟ آه يا عيني على جعفر، ولاد الحلال حطوله أعشاب في الأكل وخلوا نفخه طار، بس يلا كل واحد بياخد اللي يستحقه. أما دلوقتي خلينا في اللي احنا فيه، أنا من ناحيتي مش هعمل زي العمدة القديم، أنا هعمل زي جعفر، هسيب العارفين يشتغلوا في النور كمان. مش بس كده، أنا كمان هخللهم هيبة وسط أهل البلد، أما أنتي وهما بقى فأنتوا هتشخللوا قروشكم بزيادة. شاورت أم حسن على عينيها وهي بتضحك في وش عويس، من عينيا يا جناب العمدة، أنا وكل اللي عارفين هنخليك تشوف النعيم على حق. عند آخر كلمة من كلام أم حسن المشهد اتبدل، لا مش هديه، دي الدنيا كلها اتبدلت. الجو بقى غير مكان، الشارع اللي قصادي كان مليان ضباب، البيوت بقت متفحمة والعقارب انتشرت في كل مكان. ومن وسط الضباب ظهر صوت، قربت منه، كانوا اتنين رجالة قاعدين وساندين على حيطة بيت، كانوا بيعيطوا، واحد منهم بيقول للتاني وآخرتها سعدون، وآخرتها ايه يا ابن عمي؟ رد عليه التاني وقال له مش عارف، انا امبارح حاولت اخرج من البلد بس معرفتش، كل ما اجي اقرب من مخرج من البلد الاقي نفسي رجعت للمدخل تاني، الظاهر كده انه خلاص نهايتنا اتكتبت وبتتنفذ، احنا هنفضل هنا لحد ما الاربعين يوم يفوتوا، وبعد كده هنتساوى بالتراب. خبط الاولاني على راسه وهو بيرد على سعدون، آه على السواد اللي جالنا، آه منهم لله، العارفين هم السبب، لما توحشوا بقوا هم اللي بيتحكموا فينا، ما همهمش حد، افتكروا نفسهم قادرين، واهو واحدة منهم نقدت العهد اللي بين جدنا الكبير وبين المارد، وبسبب اللي نيلته لعالتنا وخلت العقارب والنار يبلعوا البلد. وفي وقت ما كانوا بيتكلموا ظهر من وسط الضباب راجل كان بيزحف على الأرض، أول ما شافوه برقوا هما الاتنين وقاموا من مكانهم،
جعفر البهلول سبب المصايب والبلاوي، جعفر اللي خلى العارفين يطلعوا من جحورهم ويجيبوا نهايتنا معاهم. وفي لمح البصر راحوا لجعفر وحرفيا كلوب اسنانهم. اما انا وقت ما كنت واقف بتابعهم سمعت صوت حد بيضحك من ورايا، لفيت وبمجرد ما لفيت قلبي اتقبض. كان هو البهلول الاولاني منادي الاموات. قرب مني بسرعه رهيبه، ما مشيش، ده اتنقل من مكانه وفي لحظه بقى قصادي، وشه بقى في وشي، ملامحه كانت قريبه من عينيا، انفاسه كانت هبو من جهنم، عيونه كانت جواها نار. وقبل ما اتكلم او اقول له اي حاجه ابتسم هو وسبقني، اتكلم من غير ما يحرك شفايفه. السم هو اصبح زي الدم، وسم العارفين هو اللي كسر العهد، وهو زي ما انت شايف اصبح زي النار وسطهم. انت السبب في ده كله، وهيكون مين غيري اللي هيستغل لعنة زي دي؟ مين غيري اللي هيظهر لقرية اهلها كانوا محجمين الشر، وانا بس بلعبة صغيرة خليته يخرج؟ ايوة انا السبب في انهم خلفوا العهد، وانا السبب في رجوع العارب، وانا اللي خليتهم يهلكوا زي ما خليت قرى كتير تهلك قبلهم. انا ما بقول لهمش ارتكبوا ذنوب، انا بس بلعب معاهم لعبة، لعبتي، وانا اللي تملي بكسب فيها. انت مين؟ انت ابليس؟ مجرد ما سألت سؤالي ده البهلول اختفى، وحسيت بكرشة نفس، التراب والعفر مالوا المكان. ما بقيتش قادر، روحي بتتسحب مني. مصر، القاهرة، فبراير 2023. فتحت عيني على صوت رنة موبايلي، برقت. أنا في صالة بيتي والورق اللي خدته من منظر لسه قدامي، بس قبل ما فوق من أثار الحلم العجيب اللي أنا شفته، أو أقدر أقول إنه بقى من الانتقال الزمني اللي حصل لي وأنا نايم، لمحته قاعد على كرسي من كراسي الصالون. منذر، صوت الموبايل سكت، حسيت إن الزمن وقف بيا. اتعدلت في قعدتي وبصيت له. هو انت، هو انت البهلول؟ انت ابليس؟ امن مكانه وقف قصادي. لا يا وليد، مفيش شيطان هيظهر لك علشان يوريلك هو ضحك على البشر ازاي. انا مش هو، انا مش البهلول ولا ابليس، ومش مهم اسمي الحقيقي يبقى ايه، المهم ان انا ملك عشيرة العقارب السوداء. أنا اللي حضرني لعالمكم أنا وعشيرتي ساحر قديم، ساحر عمل سحر الخندق كانوا مدفونين جواه ناس علشان يلعنهم بأمر من ملك قبيلة وقتها، ساحر قوته ولعناته كنت أنا وعشيرتي السبب. إحنا كنا خدامه وفضلنا خدامه لفترة طويلة، بس لما مات انصرفنا، ولما معرفناش إننا نرجع لعالمنا سكننا في المكان اللي اتبنت فيه من بعد كده قرية العقارب. ومع ظهور الاتنين الاخوات في البداية عملت معاهم عهد، وانصرفت انا وعشيرتي من الارض وسكننا تحتها، لكن هما او نسلهم ما حافظوش على العهد ده، اضحك عليهم من اللي تملي بيضحك على البشر، ظهر لهم في هيئة بهلول وخلى السحر ينتشر بينهم بلعبة لعبها. ولما ساحرة منهم ورثت السحر الأسود من دجال كان وارث العهد استقوت، أو أقدر أقول إن جشعها وحبها للمال خلوها نفذت السحر بطريقة سم العقارب، وده اللي كسر العهد وخلاني أنا وعشيرتي ظهرنا وخدنا الأرض، خدنا أرضنا، بس لعنتنا ما دامتش، ربك هلكهم وهلكنا معاهم ورجعنا مكاننا.
ودلوقتي أنا حطيت قدامك الحقيقة، وصلها للناس، اكتب وقولها لهم، قول لهم إن عشيرة العقارب ما كانتش مذنبة في الحدوتة، أنتوا السبب، أنتوا اللي ضحك عليكوا ولسه بيضحك عليكوا، وأظن إنك شفت كل حاجة بعينيك. وفجأة اختفى منذر ورجع صوت التليفون من تاني. فضلت ثواني مبلم، لكن فوقاني من كل اللي مريت بيه ده صوت التليفون اللي عمال يزن. مسحت وشي بإيدي ورديت على مراتي. أيوة يا منال. إيه يا وليد كل ده نوم؟ قوم يلا وتعالالي على المستشفى، أختي جابت ولد زي القمر، بس أبوه سمى اسم غريب أوي يا وليد، بيقول إن اسمه واحد صاحبه من دولة عربية. حاضر يا منال، حاضر، أنا هلبس واجي أهو. هو جوز أختك سمى ابنه إيه؟ منذر يا سيدي، أنا عارفة إيه الأسامي الغريبة دي. بس أنا عارف يا منال، أنا عارف. عارف إيه؟ ولا حاجة، أنا جاي. سلام. قفلت مع منال وأنا في بالي مليون سؤال، يا ترى اللي شفته ده كله شفته إزاي؟ أنا ما كنتش بحلم، ده مش حلم، أنا كنت بتنقل بين المشاهد والبيوت زي الشبح. وبعدين حلم إيه؟ دي كل حاجة كانت حقيقية قوي. بس لأ، أنا مش هسكت. مسكت تليفوني وعملت كام اتصال، حاولت أوصل للمهندس اللي كان مسؤول عن المشروع، إنما للأسف ما وصلتلوش. الراجل مات من حوالي سنة ونص. لما عرفت بإنه ميت اتصدمت، بس الصدمة الأكبر إني لما رجعت وبصيت على الورق اللي كنت بقراه لقيته في مكانه، بس كان فاضي، كل الكلام اللي كان مكتوب جواه اختفى، إنما اللي جوايا واللي عرفته ما اختفاش. أنا ما بقاش يهمني إني أثبت وجود قرية العقارب، مش فارقة ومش مهم أثبت وجودها، المهم إنكم تعرفوا إن البهلول موجود ومنذر كمان موجود، كل حاجة حصلت قبل كده موجودة وسطنا وحوالينا، أما الناس اللي هم أهل قرية العقارب أو أنتوا لسه زي ما هم، لسه البهلول قادر يضحك عليهم ويلعب بيهم. بس يا ترى كم واحد هيخسر في لعبته دي، وكم واحد هيكتشفها قبل ما تكمل؟ إسعاف، إسعاف جدي بيروح مني. لما صرخت كل الناس كانوا واقفين بيتفرجوا ومحدش فيهم حاول يمد إيده ويساعدني. بصيت لجدي اللي جسمه كان مليان جروح وقلت له، جدي قوم يا جدي بالله عليك، خليك معايا علشان خاطري، أنا ماليش حد غيرك في الدنيا، ما تسيبنيش. كان ماسك في كف إيدي ومتبت قوي وبيتكلم وهو مش قادر، بس أنا ما كنتش سامع منه حاجة لأن صوت السرينة بتاعت عربية الإسعاف وهي داخلة علينا كان عالي جدا. شديت على إيده وأنا بحاول إن صوتي ما يبانش إنه مهزوز. خلاص يا جدي الإسعاف وصلت أهي، اطمن إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة وإنت هتبقى تمام وبخير، مش هتموت يا جدي صدقني. ركبت مع العربية اللي اتحركت بسرعة على المستشفى، لكن جدي كان طول الطريق بيحاول يقول لي حاجة، بس الماسك اللي كان على وشه كان منعه. ومع محاولة جدي للكلام الدكتور اللي كان موجود في عربية الإسعاف بصلي وقال لي، أنا هحقنه بمهدئ خفيف لأنه لو فضل يتحرك كده دمه هيتصف على ما نكون وصلنا. قلت له تمام، اللي انت شايفه صح اعمله. حقنه بمادة مهدئة واستسلم للنوم، وأول ما وصلنا بيه المستشفى دخلوه على أوضة العمليات على طول. وبعد دخوله فضلت واقف على رجلي جنب الباب، كنت خايف ومرعوب لا يروح مني زي أبويا وأمي. القلق والتوتر اللي كنت حاسس بيهم في الوقت ده ما كانوش مخليني قادر أخد نفسي أو حتى أفكر في اللي ممكن يكون حصل لجدي على المركب، ووصله للحالة اللي هو فيها دلوقتي. كل شوية كنت ببص في الساعة، قعدة تقريبا نص ساعة كأنها ساعات كتيرة، الوقت كان بيعدي ببطء وأنا واقف على أعصابي ومش قادر أستحمل. بس فجأة باب أوضة العمليات اتفتح وفي ممرضة خرجت منه.
أول ما الممرضة خرجت من أوضة العمليات وقفتها وحاولت أتمالك نفسي وسألتها: طمنيني على جدي، هو عامل إيه دلوقتي؟ ردت وقالت لي: دعيله، حالته حرجة جدا لأنه نزف دم كتير. قلت له: طب هو هيخرج من العمليات إمتى؟ ردت وقالت لي: لسه بدري، دكتور الجراحة بيخيط الجروح اللي كانت في جسمه وبعد كده هيعملوا له قسطرة للقلب، وده علشان الرسم اللي اتعمل له جوه بين إن الحاج عنده مشاكل في القلب ومحتاج تدخل جراحي حالا. قلت له: طب والعملية دي خطيرة؟ يعني هتاخد وقت كتير؟ لا، هو في العادي القسطرة ما بتاخدش وقت وبتبقى سهلة جدا ومفيش منها خطر، بس جدك نزف كتير، والقسطرة دي على حسب، يعني هما بيعملوها لو احتاج يركبوا دعامات هتاخد وقت كتير، فحاول تستريح على كرسي من الكراسي اللي هناك دي وانا هجيب لك الاقرار تمضيه ودعيله ان ربنا يطلعه منها على خير. استأذنك بقى علشان استعجل دكتور القلب. مشيت وسابتني وانا واقف مصدوم ببص الباب أوضة العمليات بقلة حيلة وما كنتش عارف أعمل إيه. الوقت كان بيعدي ببطء فظيع، ولما حسيت إن رجلي ما بقتش شايلاني قعدت على الأرض في نفس المكان اللي كنت واقف فيه. بالنسبة لي الكراسي اللي في نص الممر دي بعيدة قوي وأنا عايز أبقى جنب جدي وخلاص. ومع أعادي الممرضة رجعت ووقفت قدامي ومدت لي إيديها بكام ورقة: امضي عليهم علشان نبدأ عملية القسطرة. خدت منها الورق ومضيت عليه من غير ما أقراه. بعدها قعدت تاني على الأرض وغمضت عيني من كتر التعب. غصب عني سندت راسي على الحيطة وأنا بقول بصوت مسموع: يا رب اشفيه ونجيه من اللي هو فيه علشان خاطري، يا رب أنا ماليش غيره. المكان من حواليا كان ضلمة قوي، ناديت على جدي كتير بس هو ما ردش. حاولت أقوم من مكاني وأدور على أي زرار نور في الحيطة اللي كانت ورايا، بس الحيطة كانت طويلة قوي. فضلت حاطط إيدي عليها وماشي لحد ما استوعبت إني في ممر مش أوضة زي ما كنت فاكر. أنا قبل ما أغمض عيني كنت قاعد على الأرض جنب أوضة العمليات ومستني جدي يخرج بالسلامة. معقول أنا لسه في نفس الممر؟ طب هو المكان بقى ضلمة كده إزاي؟ والناس اللي كانوا هنا راحوا فين؟ سمعت صوت خطوات جاية من ورايا فوقفت جنب الحيطة علشان محدش يخبط فيها، وفتحت عيني على وسعها، بس برضو ما شفتش حاجة من الضلمة. حسيت بنفس بارد بيخبط في وشي كأن في حد واقف قدامي وأنا مش شايفه، بس من غير مقدمات سمعت صوت ضحكة، صوت خبيث. معرفش حسيت ليه ساعتها ان الصوت ده مش طبيعي. سالم يا سالم، انا هنا يا سالم، انت مش شايفني؟ انا فعلا ما كنتش شايف حد. صاحب الصوت كان مستفز، لوشت بايدي يمين وشمال علشان اعرف ده واقف فين، بس ما وصلتش لحاجه. وفجاه جسمي كله اتنفض وحسيت بالبرد بيزحف في جسمي. فتحت عيني بضعف لقيت الممرضة واقفة قدامي: يا أستاذ قوم اقعد على الكراسي، ما ينفعش تقعد على الأرض كده، لو الدكتور خرج ولقاك بالشكل ده هيبهدلني، انت بقالك 5 ساعات قاعد نفس القعدة دي، قوم هيجيلك رطوبة من البلاط. اتسندت على الحيطة وقمت وقفت، جسمي كله كان فعلا مكسر. وبعد ما قمت وخدت نفسي رديت عليها بتعب: ماليش دعوة، أنا مش هتحرك من هنا إلا لما تطمنيني على جدي الأول. اطمن، ما تخافش، جدك الحمد لله كويس والعملية بتاعته عدت على خير، هما بس بيقفلوا الجرح وهيخرجوا على طول. طب أنا عاوز أشوفه لو سمحتي. مش هينفع دلوقتي خالص والله، لأنه هيطلع على العناية وهيفضل تحت الملاحظة شوية، لما يتنقل لأوضة عادية ممكن تشوفه وقت الزيارة. أنا عايز أطمن عليه بس مش أكتر. طيب حاضر، لما حالته تسمح هبقى دخلك العناية تبص عليه. أقعد على الكراسي اللي هناك دي بقى، ما تجيبليش الكلام. ماشي حاضر. رحت قعدت على أقرب كرسي لأوضة العمليات وعناية كانت متعلقة بالباب. الباب اللي أول ما اتفتح جريت على الدكتور اللي خرج منه وقلت له:
طمنا يا دكتور. بص للممرضة وقال لها مين ده؟ فقالت له هو ده اللي جايب الحالة يا دكتور. انت اسمك ايه؟ اسمي سالم. طيب يا سالم، الراجل اللي جوه ده يبقى لك ايه؟ جد يا دكتور. طيب هو جدك ايه اللي حصل له بقى؟ دي خناقة ولا ايه بالظبط علشان المستشفى تبلغ؟ معرفش والله ايه اللي حصل، انا يا دوب جبته هنا. لا لازم تعرف، لان في نيابة وتحقيقات وانت اللي جبته هنا، يعني اكيد عارف اللي حصل له. عامة احنا هنبلغ وهيتفتح محضر عادي وهياخدوا اقوالك لحد ما جدك يفوق، وبعد ما يفوق ويقدر يتكلم هياخدوا اقواله هو كمان علشان نفهم منه اللي حصل. ماشي يا دكتور، مفيش مشكلة. تمام، ارتاح لحد ما ابعتلك حد من التمريض يناديك لما النيابة توصل. طب معلش بس، هو جدي فين؟ اتنقل العناية في الدور اللي فوق، وللأسف مش هينفع تشوفه دلوقتي خالص. ماشي يا دكتور، اللي تشوفه. سبت الممر وطلعت وقفت قدام العناية لحد ما الممرضة ندهت عليا. تعالى الدكتور عايزك. أول ما دخلت مكتبه قال لي تعالى يا سالم اقعد، حضرة الضابط عايز يسألك كام سؤال لحد ما الحاج يفوق ويتفتح محضر رسمي. احكي لي اللي حصل بالظبط يا سالم. بص يا فندم، احنا عندنا مركب صغيرة بنخرج نصطاد عليها، ولما جدي خرج امبارح بالليل مرضيش ياخدني معاه، ده طلب مني ان انا اقعد اذاكر علشان داخل على امتحانات وثانوية عامة وكده، ولان انا ماليش غيره فسمعت كلامه وفضلت قاعد اذاكر لحد ما نمت بعد الفجر. بس مرة واحدة صحيت على مكالمة منه، كانت الساعة 8 إلا ربع الصبح. رديت عليه بسرعة لأن مش من عادته إنه يغيب كده، لكن لما رديت اتخضيت، اتفزعت عليه لما لقيته مش قادر يتكلم وبيقول لي استناني في المكان اللي بنربط فيه المركب على البر. أنا قفلت معاه بسرعة وجريت على المكان، فضلت مستنيه هناك بتاع نص ساعة أو بالظبط لحد ما لمحت المركب بتاعنا جاي من بعيد وجدي فيه، وكل ما كان بيقرب قلبي كان بيتقبض أكتر، ولما وصل رمالي الحبل. ربطت المركب واستنيته يطلع بس ما طلعش، فنطيت على المركب علشان أشوف فيه إيه. وقتها لقيت جدي سايح في دمه وماسك صدره من ناحية قلبه. اتصلت بالإسعاف وخرجته من المركب، ولما الإسعاف وصلت جابوه على المستشفى هنا. لكن هو حصل له ايه او ايه اللي عمل فيه كده انا معرفش. بعد ما خلصت كلامي الدكتور قال للظابط علشان اكون صريح معاك يا فندم انت وسالم، الجروح اللي في جسم الحاج عزمي مش عادية. يعني يا دكتور مش عادية؟ مش فاهم. يعني مش جرح بسكينة او قطر مثلا؟ لا، ده في تمزق شديد جدا وتهتك في الاوعية الدموية اللي قريبة من الجروح دي. فهمت يا دكتور، بس دلوقتي خلينا ما نسبقش الأحداث ونحط فرضيات علشان ما نعملش بلبلة في البحر للصيادين. أنا هستجوب الحالة بنفسي لما تفوق وهعرف منه إيه اللي حصل، وساعتها أكيد كل حاجة هتتكشف. الدكتور بصلي وقال لي اطمن يا سالم، جدك حالته مستقرة، هو هيفضل في العناية وتحت الملاحظة شوية، ولحد لما يفوق تقدر تروح البيت وتذاكر، وإحنا هنا هناخد بالنا منه، ولو حصل حاجة أكيد هنبلغك. خرجت من عند الدكتور بعد ما شكرته هو والظابط. أنا أول مرة أحس باليوتم، ما قدرتش أسيبه وأمشي، وبسبب إحساسي وخوفي عليه وقفت قدام باب العناية تاني لحد ما لقيت ممرضة بتنادي عليا، عايزينك تحت في الحسابات. هزيت راسي ونزلت على السلالم علشان أروح الحسابات، كنت بقدم رجل وبأخر التانية. عارف انت مقولة جالك الموت يا تارك الصلاة؟ انا كل اللي كان في محفظتي ما يكملش 500 جنيه، مش عارف هجيب فلوس المستشفى والعملية وكل ده منين. وبعد وصولي للحسابات وقفت قدام الموظف اللي قال لي حساب العملية والدعمتين 270,000، ده غير اننا محتاجين فلوس تحت الحساب علشان قعدة الحاج في المستشفى. الموظف كان بيتكلم ببرود فظيع. عدلت نظارتي وطلعت المحفظة وعديت اللي فيها وبصيت له، وهو أنا بس ممكن. حسيت ساعتها بإيد بتتحط على كتفي وبتطبطب عليا. ولا يهمك يا أستاذ، ساعة زمن والفلوس كلها تكون عندكم وبزيادة كمان، ده كله للحاج عزمي. بصيت ورايا باستغراب، كان الحاج فرحات
صاحب جدي الأنتيم. أول ما شفته ابتسمت وقلت له كتر خيرك يا حاج، بس أنت عارف إننا ما نقدرش ندفع الفلوس دي كلها. أسكت أنت، مالكش دعوة خالص باللي بيحصل، دي حاجة بيني وبين عزمي. ثم أنت ليه ما كلمتنيش أول ما حصله كده؟ يعني أعرف من الناس الغريبة إن صاحب عمري بين الحياة والموت؟ صبرك بس عليا وما تقلقش، لما يقوم بالسلامة أنا وهو هنتفاهم في موضوع الفلوس ده. أنا عليا جمايل لعزمي، لو دفعت عمري كله قصادها مش هقدر أوفيها. قلت له معلش والله أنا دماغي أصلها ما كانتش فيا. حمدت ربنا أنه سخري الحاج فرحات في الوقت ده. وبعد ما خلصنا الحسابات طلعنا قعدنا على القهوة اللي قدام المستشفى وحكيت له على اللي حصل. وبعد ما خلصت كلامي هو كمان كان مستغرب، لأن اللي بينزلوا البحر عارفين بعضهم كويس، يعني مستحيل حد من بلدنا يكون هو اللي أذى جدي بالشكل ده. وعلى الساعة 12 بالليل الحاج فرحات وصلني البيت وقال لي أنا كنت عاوزك تيجي تبات عندنا، بس أنت دماغك ناشفة زي جدك بالظبط. ما هو مش هينفع والله، أصلها فاهم فاهم، بس طالما أنت مصمم يبقى لازم تقفل على نفسك كويس، وبكرة الصبح هتلاقيني عندك علشان نروح لعزم المستشفى. حاضر إن شاء الله. دخلت وقفلت على نفسي باب البيت وأنا بفكر في حاجة. الحاج فرحات غير أنه صاحب جدي فهو تاجر مواشي كبير عندنا في البلد، يعني ما يهموش الفلوس، بس أنا كنت محتار، إحنا هندفع له الفلوس دي كلها إزاي؟ إحنا لو بعنا البيت بالأرض اللي حواليه بالمركب ما أعتقدش أنها هتكفي الفلوس اللي هو دفعها لعملية جدي. طردت كل ده من دماغي ودخلت اتوضيت وصليت ركعتين شكر لله وحاولت أقعد أذاكر شوية، بس للأسف أنا ما كنتش قادر أركز. قفلت الكتاب ودخلت نمت، ولما صحيت تاني يوم صحيت بسبب كابوس ما كنتش قادر أخد نفسي من اللي شفته فيه. بس مش ده اللي يهمني، أنا أول ما صحيت لبست بسرعة وجريت على المستشفى، وأول ما وصلت وقفت قدام العناية وكنت بسأل الممرضات عليه في الرايحة والجاية، وفضلت أسأل زي المجنون لحد ما لقيت الممرضة اللي شفتها مبارح. فضلت أتحايل عليها تخليني أبص عليه ولو لثواني، والحمد لله أنها ردت عليا وقالت لي اطمن هو فاق، ولما الدكتور يعدي عليها دخلك تشوفه في السريع، بس ما تتأخرش جوه، دي عناية يعني ممنوع فيها الزيارات، بس أنا مقدر حالتك وباين عليك أنك ما نمتش وقلقان عليه. أو والله العظيم أنا ماليش غيره، ربنا يخليهولك، استنى بس وأنا هبلغك. فضلت واقف قدام باب العناية لحد ما لقيتها جات وخدتني في أوضة كده وعقمتني كويس ودخلتني العناية معاها. وقفت جنبه حس بوجودي، أنا متأكد أنه حس بيا لأنه فتح عينيه أول ما دخلت. وطيت على إيده وبستها هي ورأسه وقلت له الحمد لله على سلامتك يا جدي. صوته كان ضعيف وتعبان لكنه رد وقال لي الله يسلمك يا سالم، الحمد لله أنك بخير. قل لي يا جدي هو إيه اللي حصل لك؟ مفيش حاجة يا ابني، ناس غريبة هجموا علي على المركب، كانوا مفكرين ان تحت القبة شيخ، ولما اتصدموا ضربوني. بس يا جدي الدكتور بيقول ان الجروح دي مش بآلات حد. وهو مين اللي انضرب، انا ولا الدكتور؟ ماشي يا جدي ارتاح انت دلوقتي وانا برا، لو احتجت اي حاجة خلي واحدة من الممرضات تقولي. خرجت وقفت قدام العناية، كان في حاجة جوايا بتقولي إن جدي بيكذب عليا. ولما الحاج فرحات جه دخل بص عليه هو كمان وطلع قعد معايا شوية. بقولك يا سالم، جدك وصاني أقولك إنك تروح البيت وتذاكر، ما تشغلش بالك بيه هو هيبقى كويس. بعد اللي قاله الحاج فرحات سمعت كلامه فعلا وروحت، بس ما كنتش قادر أقعد في البيت، أنا حاسس إن في حاجة بتخنقني. خدت الكلوب وكم كتاب من بتوعي وطلعت من البيت، ما حسيتش بنفسي إلا ورجلي واخداني ناحية المكان اللي المركب مربوطة فيه. وقفت زي المسحور خايف أقرب منها وفي نفس الوقت مش عارف همشي أروح فين.
بس في الآخر نطيت في المركب وحطيت الكلوب على جنب وبدأت أذاكر. لكن كان في حاجة غريبة في المركب، حاسس إني مش لوحدي. سمع صوت حد بيتنفس جنبي، كان نفسه بارد جدا لدرجة إن جسمي كله اتنفض. بصيت حواليا بخوف وقلت بصوت عالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي نفس اللحظة المركب اتهز جامد وكان هيتقلب بيا، ومع هزته الكلوب فجأة انطفى مني والمكان بقى ضلمة تماما. بلعت ريقي بصعوبة وكنت حاسس اني بتنفض من جوايا، خايف اتحرك في مكاني. فضلت قاعد في نفس المكان ما بتحركش. كنت سامع صوت خبط خفيف على المركب، بس مش عارف الصوت ده جاي من المركب ولا من بره. وفجأة سمعت نفس الصوت اللي كان بيضحك وبينادي باسمي في المستشفى: سالم. سالم، انت اللي جيت برجليك. بصيت حواليا بخوف، انا طول عمري بكره الضلمه. الجو كان برد قوي، ضميت كفوفي وقعدت انفخ فيهم علشان احس بالدفى. وبعد ثواني الصوت اختفى بالتدريج وسمعت صوت ناس بتتكلم. فتحت عيني بصعوبه وبصيت حواليا. الصبح كان طلع والدنيا كانت منوره. مش عارف انا نمت امتى وازاي، جسمي كان مكسر. قمت بصعوبه وخرجت من المركب من غير ما اخد الكتب او الكلوب. وصلت للمستشفى وقفت قدام العنايه علشان ادخل اشوف جدي، بس عرفت ان هما نقلوه لاوضه عاديه. خدت رقم الاوضه من الاستقبال ودخلت عليه لقيته نايم. سحبت الكرسي وقعدت جنبه، وبعد شويه حسيت بيه وهو بيحرك ايده وفتح عينيه. ولما لقاني قاعد قدامه سالني: بتذاكر ولا لا يا سالم؟ انت امتحاناتك خلاص قربت. من غيرك يا جدي مفيش حاجه ليها معنى، لا المذاكره ولا الدنيا كلها. انا مش دائم لك يا ابني، انا طولت او قصرت همشي، فانت لازم تاخد بالك من نفسك وتدور على مصلحتك. ما تقولش كده على نفسك، ربنا يديك طول العمر والصحه. سالم، ما تخلينيش قلقان عليك يا سالم. حاضر يا جدي هذاكر، اطمن بقى وما تقلقش. فضلت قاعد معاه شويه، بس برضه كنت حاسس اننا مش لوحدنا. من اول ما دخلت المركب امبارح بالليل وانا بتحصل لي حاجات غريبه، زي ما تكون في عيون بصالي ومركزه معايا، رغم ان مفيش غيري انا وجدي في الاوضه. وبعد شويه من القلق والتوتر جدي لاحظ اني مش مظبوط، فلقيته بيقول لي: اطمن، انا بقيت كويس ومروح البيت ونام شويه، انت شكلك تايه ومش مركز، ولما تصحى شوف لك لقمه تقود بيها وذاكر، وانا كده كده كلها كام يوم وهخرج من هنا. بس انا مش عاوز اسيبك وامشي يا جدي. اسمع الكلام يا سالم، انا مش حمل منهدة، كفايه اللي الظابط عمله فيا النهارده. عمل ايه يا جدي؟ ما كانش مصدق يا ابني ان في ناس غريبه هجمت عليا في البحر. ماشي يا جدي خلاص همشي، اللي يرضيك هعمله، مع ان انا كمان مش مصدق زيه. قمت بست راسه وخرجت من الاوضه بتاعته. كنت ماشي تايه ومش دريان بالدنيا من حواليا. رحت البيت وحاولت انام، معرفتش، فقلت اذاكر شويه، بس اكتشفت ان انا الكتب بتاعتي سبتها في المركب. الساعه كانت 2:30 العصر. خدت بعضي ورحت عند المركب، نطيت وخدت الكتب والكلوب. بس قبل ما اطلع لمحت في جنب من الخشب اللي تحت حاجات شكلها غريبه كده. سبت الحاجه من ايدي وقربت من الرسومات اللي على الخشب دي، وساعتها اتصدمت. بلعت ريقي وبصيت حواليا وخدت حته قماش قديمه من اللي على المركب، بلتها في الميه وحاولت امسح بيها اللي كان مكتوب، بس ما كانش بيتمسح. ده منقوش على الخشب بتاع المركب نفسه من جوه. رميت القماشه من ايدي وقلت لنفسي بصوت عالي: ليه كده بس يا جدي؟
ليه كده؟ في اللحظة دي خدت الكتب والكلوب وخرجت من المركب وروحت البيت وأنا حابس دموعي. أول ما دخلت وقفلت الباب عليا رميت كل اللي كان في إيدي وقعدت على الأرض وبدأت أربط كل اللي حصل ببعضه. جدي أكيد لما خرج في الليلة اللي جراله فيها كده كان قاصد يحضر حاجة، ما هي الحاجات اللي أنا شفتها منقوشة على المركب دي أنا فاكر كويس إنه حذرني منها لما لقاني برسمها في مرة وأنا صغير. العلامات والنقوش دي ما كانتش موجودة قبل كده في المركب، والدكتور كمان قال إن الجروح اللي في جسم جدي مش عادية، يبقى أكيد اللي هو فيه ده بسبب اللي حضره، وهو نفسه اللي سمعت صوته في المركب والمستشفى. قطع تفكيري صوت بحركة في المطبخ، قمت من على الأرض علشان أشوف في إيه، وبمجرد ما دخلت لقيت التلاجة مفتوحة بس مفيش حد موجود. بصيت في المكان باستغراب وفتشت البيت كله، بس وأنا طالع من أوضة جدي وبقفل بابها ورايا لمحت ظل بيتحرك جوه بسرعة. في البداية كدبت عيني وقفلت الباب، بس قبل ما امشي من قدام الأوضة سمعت صوت جاي من جوه. كان صوت جدي وهو اللي بينادي عليا. يا سالم، انت يا واد يا سالم. كنت خايف ومش عارف اعمل ايه، انا جدي في المستشفى، امال مين اللي جوه ده؟ لميت كتبي من على الارض بسرعه ودخلت اوضتي وقفلت على نفسي الباب. فضلت صاحي طول الليل وخايف عيني تقفل او انام. كنت سامع صوت خطوات رايحه جايه قدام باب الاوضه، ومعاها حد بيقف لثواني خبط على الباب بتاع اوضتي ويقول لي: سالم، انت لسه صاحي يا سالم؟ كنت بحط ايدي على بقي علشان اكتم نفسي، ومن خوفي ورعبي ما اتنقلتش من مكاني غير تاني يوم، او بالظبط لما حسيت ان الدنيا بره امان. فتحت باب الاوضه وخرجت على الشارع على طول، ما بصيتش ورايا. وصلت المستشفى ودخلت الحمام بتاعها، غسلت وشي وظبطت هدومي ورحت اشوف جدي. بس لما دخلت له اتفاجئت بيه بيقول لي: انا هرجع معاك البيت خلاص، الدكتور كتب لي خروج يا سالم. ترجع البيت ازاي؟ وبعدين انت متاكد انك بقيت كويس يا جدي؟ ايوه الحمد لله. وفعلا خدته ورجعنا البيت، دخلت اوضته زي ما طلب مني، لكن بعد ما دخلته وقفت كنت ببص للركن اللي شفت فيه الظل بخوف، وفضلت متسمر في مكاني لحد ما جدي قال لي: روح اعمل لنا كوبايتين شاي وبعد كده اجري ذاكر. قلت له: هو انت عادي كده مسموح لك تشرب شاي؟ ايوه بس شويه صغيرين. حاضر ماشي يا جدي. دخلت المطبخ وقفت اعمل الشاي، بس وانا بصبه حسيت ان في ايد ماسكه البراد فوق ايدي. اتفزعت وسبت البراد والشاي السخن اتدلق عليا. صرخت من الوجع وساعتها سمعت صوت جدي وهو بينادي عليا، فرحت له وانا كاتم الوجع جوايا. قلت له: مالك يا جدي في ايه؟ ايه صوت الخبط ده؟ مفيش، ده البراد بس وقع من ايدي. طيب انتبه على نفسك يا سالم. ما تقلقش انا هروح اعمل غيره. لا ما تعملش خلاص، روح ذاكر. دخلت الأوضة ومسكت الكتاب، كنت حاسس إن في حاجة غلط، مش عارف أركز، الكلام كان بيتمسح من قدامي ويرجع تاني بعد ثواني. بصيت حواليا باستغراب ووقفت قدام المراية وقلت لنفسي: يمكن اللي أنا فيه ده إرهاق وتوتر؟ لا لا لا، أنا لازم أنام وارتاح. وحاولت فعلا بس معرفتش، أنا لسه حاسس إن في حد معايا ومراقبني، الإحساس ده مخليني مرعوب. كنت بتفادى إن أقعد مع جدي وقت طويل علشان ما يلاحظش إن في حاجة غريبة، بس أنا ما كنتش طايق نفسي وما كنتش عارف أعدي اللي هو عمله. وبعد مرور كام يوم طلب مني أساعده علشان يروح المركب، بس وقتها أنا رفضت: لا يا جدي، أنت تعبان ولسه خارج من عملية، مستحيل أخليك تنزل البحر دلوقتي.
أكل العيش مر يا سالم، أنا هنزل أشتغل على قدي كده، أهو أي حاجة تيجي تشيل من الدين اللي علينا الفرحات. مش هيحصل يا جدي، وإن كانوا لابد فأنا هسيب المدرسة ومش داخل امتحانات وهكمل مكانك على المركب. لا يا سالم، أنا عايز أرفع راسي بيك، عايزك تبقى دكتور قد الدنيا. خلاص يبقى تسيبني ذاكر واطلع بالمركب في نفس الوقت، وهو ربنا يقدم لنا اللي فيه الخير. مش هنكر اني كنت خايف اطلع بالمركب بعد اللي حصل لي فيها، وعلشان كده قررت اطلع بالنهار بس، وهبقى في وسط الصيادين ولو حصل لي حاجة يلحقوني. جدي كان رافض الموضوع خالص، بس انا اقنعته لما قلت له اني هاخد كتبي معايا وهذاكر على المركب، وفي النهاية بعد زني وإصراري وافق بصعوبة. بقيت بطلع كل يوم بعد الفجر بالمركب وارجع قبل المغرب، بس في يوم اضطريت ابات في البحر. كلمت جدي وبلغته علشان ما يبقاش قلقان عليا، واول ما الشمس بدات تغيب شغلت الكلوب. كنت خلاص رميت الشبك في البحر وفتحت الكتاب وقعدت اذاكر، لكن وقتها كنت كل شويه ببص حواليا بقلق، ومره واحده حسيت ان جسمي بيترعش والمركب بيتهز جامد. قفلت الكتاب ومسكت في المركب وحاولت ارجع بيه، بس مع كل محاوله مني اني امشي كنت بحس ان المركب هيتقلب بيا، فاستسلمت وقعدت في ركن ومسكت موبايلي واتصلت بجدي. اتصلت بيه كتير جدا كذا مره بس ما كانش بيرد. بصيت حواليا باستغراب، ما كنتش عارف انا فين، ده المركب ماشي في المايه لوحده من غير ما احس. ما كنتش مستوعب اللي بيحصل من حواليا، لكن فجأة لمحت نور طالع من جنب المركب. قربت بالكلوب لقيت الرموز اللي كان جدي حافرها بتطلع نور، ومع نورها لمحت قطة سودة قاعدة على حرف المركب. لما رفعت الكلوب ناحيتها نطت في المية واختفت. في اللحظة دي الخوف اتملك مني وجسمي كله كان بيترعش. قعدت في أرضية المركب وأنا باصص للسماء، وكل ما اجي استغفر احس ان في نار بتاكل في جسمي، وابقى مش قادر اخد نفسي. ومع كل اللي كان بيحصل ده الموبايل بتاعي رن. مديت ايدي ومسكته وفتحت الخط، ما كنتش قادر اتكلم، كنت حاسس ان في حد قاعد ورايا وبيخنقني. مالك يا سالم؟ متصل عليا كذا مره ليه؟ في ايه يا ابني؟ انت كويس؟ ما كنتش قادر اتكلم وانا سامع صوت جدي وهو بيزعق، الكلام كان بيتوه من على لساني. انا بموت يا جدي. المكالمة فصلت وفجأة المركب رجع يتهز تاني، بس المرة دي كان بيتهز بشكل اعنف. حسيت اني دايخ وبطني وجعاني، حاولت اقرب من المية علشان اغسل وشي وافوق، بس رجلي الشمال كانت منملة ومش قادر احركها. خبطت جامد في أرضية المركب وفضلت أصرخ لحد ما حسيت إن صوتي خلاص راح. بصيت حواليا لقيت المركب في وسط ضباب كتير. معرفش ليه سمعت صوت جدي وهو بينادي عليا، وفجأة لقيته واقف معايا على المركب وفتح لي دراعاته وهو بيقول لي: سالم تعال يا حبيبي. جدي انت وصلت هنا ازاي يا جدي؟ سالم. صوت جدي بدأ يتغير وبقى تخين قوي، نطقه بقى غريب، حتى شكله وجلده، جلده اللي بدأ يقع ومعاه جسمه كان بيدوب قدام عينيا. كان بيقرب مني ببطء وانا بزحف بظهري لورا لحد ما وصلت لاخر المركب وكنت هتقلب من عليه، بس فجأة شهقت بفزع وفتحت عينيا. النهار كان طلع والمركب في مكانها من امبارح ما اتحركتش. بلعت ريقي وبصيت حواليا باستغراب، معقولة كل اللي حصل ده كان كابوس؟ مفكرتش كتير، انا شديت الشبك وخدت المركب ورجعت ربطتها في مكانها وطلعت من البحر وانا في ايدي الكتب بتاعتي والسمك اللي الشبك طلعه. سبت له واحد هناك يبيعه وطلعت على البيت، وأول ما وصلت دخلت أوضة جدي علشان أطمن عليه، لقيته في سابع نومة.
حمدت ربنا ان اللي حصل ده ما كانش حقيقة وانه كان كابوس وخلص على خير. دخلت اوضتي بعدها وحطيت الكتب على المكتب وترميت على السرير، وبعد 5 دقايق اتنفضت من مكاني ودخلت الحمام. خدت حمام سخن وطلعت قعدت في الصالة شوية لحد ما حسيت ان جدي صحي لما سمعت كحته. دخلت عليه الأوضة وقعدت جنبه على السرير، كان جسمي كله بيترعش وجدي خد باله. مالك يا ابن الغالي؟ مفيش حاجة يا جدي، ما تقلقش. عينيك بتقول غير كده يا سالم. قولي يا حبيبي فيه ايه؟ نفضة جسمك وتوهان عينيك وراهم كتير. انا بيحصل لي حاجات غريبة يا جدي. مش فاهم يا سالم، تقصد ايه؟ انا هحكي لك كل حاجة من الاول، ولا انت عارف؟ عارف ايه؟ ما تحكي يا سالم. حكيت له كل حاجة من يوم ما خرج بالليل ورجع تاني يوم الصبح تعبان واتنقل على المستشفى، مرورا بكل اللي حصل معايا سواء في البيت او المركب. ولما خلصت كان بيبصلي بضيق وقال لي بقلة حيلة: انا ما كانش قصدي ان كل ده يحصل، انا اسف يا سالم. آسف؟ طب وليه يا جدي؟ ليه عملت كده؟ كنت عاوز أزود رزقنا وأأمن لك مستقبلك، بس الدنيا قلبت معايا بالعكس، واللي موجود على المركب بيزولك ومحدش هيصرفه غيري. أنا لازم أروح المركب حالا يا سالم. لا يا جدي مش هيحصل، أنا هجيب شيخ يبص عليها. أي حد غيري هيحاول يصرفه هيتأذي يا ابني. أنت مش هتتحرك من البيت يا جدي، أنا ما عنديش استعداد أخسرك. يا ابني سيبني، الله لا يسيئك. أنا هنضف اللي عملته في المركب، ولو ليا عمر هرجع بإذن الله. انسى يا جدي، الموضوع ده خلص خلاص. فضلت سهران معاه، ولما نام واطمنت عليه رحت أوضتي وقعدت أذاكر على المكتب. بس فجأة حسيت بحركة ورايا، وقبل ما ادور وشي علشان اشوف اللي بيحصل حسيت بخبطة جامدة نزلت على دماغي من ورا. دخت، كنت سامع اصوات كتيرة قوي بس ما كنتش شايف حاجة. الدنيا كانت مشوشة، ومرة واحدة اتقلبت من على الكرسي وقعت على الارض وفقدت الوعي، وما حسيتش بنفسي غير وانا سامع صوت الحاج فرحات وهو بيقول لي: سالم، واد يا سالم، انت ايه اللي منيمك هنا؟ فتحت عيني وبصيت له باستغراب، دماغي كانت لسه بتوجعني كأني لسه واخد الضربة دلوقتي. حطيت ايدي على دماغي وقت ما كرر كلامه: ياض يا سالم انطق، في ايه؟ قمت وقفت وبصيت حواليا وانا مش عارف انا جيت هنا ازاي. كنت بلف حوالين نفسي وفي الاخر بصيت له. انا اخر حاجة فاكرها يا حاج فرحات ان جدي كان نايم وانا دخلت اوضتي علشان اذاكر، بس في حد خبطني على راسي وقعت على الارض، وبعد الخبطة ما حسيتش بنفسي غير لما سمعت صوتك دلوقتي. أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل. أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل لي بالظبط. يا ابني أنا رحت البيت علشان أبص على جدك ما لقيتهوش، ولما دورت عليك أنت كمان ما كنتش موجود، فقلت أجي أشوفك في المركب، وفعلا لقيتك هنا نايم على الأرض بس المركب مش موجودة. طب وجدي؟ يا ابني ما أنا لسه قايل لك مش في البيت. يبقى أكيد عملها. عمل إيه؟ طلع بالمركب. ودي فيها إيه؟ ما هو كان بيطلع بيها على طول. أنت مش فاهم حاجة حاجة فرحات، بصع كده من قدامي. بصيت على المراكب اللي كانت مربوطة جنبنا ونطيت في أقرب مركب، فكيت الحبل بتاعه، لكن وقتها استغربت لما لقيت الحاجة فرحات بيقول لي: رجلي على رجلك، مش هسيبك إلا لما نلاقي عزمي ونطمن عليه. كنت بدور على جدي زي المجنون، بس المركب ما كانلوش أثر، وفضلنا على الحال ده لحد ما الدنيا بدأت تليل، ولقيت الحاج فرحات بيشدني من إيدي وبيقول لي: هناك يا سالم، في مركب هناك يا واحد، دي المركب بتاعكو. قربت من المركب، الحاج فرحات كان بينادي على جدي وأنا ماسك قلبي بإيديا وبدعي في سري: يا رب يا رب هات العواقب سليمة.
لما جدي ما ردش علينا ربطت المركبين ببعض ونطيت على المركب بتاعنا علشان أشوف إيه اللي حصل. وأول ما بصيت في أرضية المركب ما حسيتش بنفسي غير وأنا برمي نفسي عليه وبصرخ: جدي لا لا، بالله عليك يا جدي لا. في اللحظة دي الحاج فرحات طلع تليفونه واتصل بكام صياد من البلد وقال لهم على المكان اللي احنا فيه. فضلت قاعد جنبه ومش قادر أبطل عياط. هو ضحى بنفسه علشان ينقذني، ليه بس ليه؟ ولما الصيادين وصلوا حاولوا يخرجوني من المركب بس أنا ما قدرتش أسيبه. فضلت قاعد جنبه ومكفي عليه، هدومي كلها اتبهدلت من الدم. مسكت السكينة اللي كانت مغروزة في قلبه وحاولت أشيلها بس ما عرفتش. يا جدي قوم قوم، ما تسيبنيش، أنا ماليش غيرك. بس خلاص كل حاجة كانت انتهت. بصيت له بقلة حيلة قبل ما اسيب المركب وقلت له: مش مسامحك، مش مسامحك علشان رحت وسبتني بطولي، سامعني؟ مش مسامحك. الحاجة فرحات حوطني بدراعه وفضل يطبطب عليا: وحد الله يا ابني، وحد الله يا ابني وادعيله. لما وصلنا البر كنت تايه، الوقت كان بعد العشاء، ووقتها البلد كلها كانت واقفة، كل الناس كانت مستنية تعرف مين اللي مات وإيه اللي حصله، ده غير إن كان في إسعاف واقفة. أول ما طلعوا جثة جدي من المركب طلعوا بيها على المستشفى، وبعد وصوله هناك إجراءات الدفن اتأخرت شوية. كنت واقف طول الليل مع الحاجة فرحات في المستشفى وحاسس إن الدنيا خلاص جابت آخرها معايا. ووقت ما كنت واقف والدموع مغرقة وشي شفت نفس الضابط بتاع المرة اللي فاتت، الضابط اللي جه وقف جنبي وقال لي: البقاء لله، شد حيلك يا سالم. الشد على الله يا فندم، الشد على الله. أنا مقدر اللي أنت فيه ومش هسألك دلوقتي على أي حاجة، بس بعد الدفنة لازم نتقابل ونتكلم. هزيت راسي ومشيت وسبته لما الحاج فرحات قال إن خلاص جدي هيطلع علشان يندفن بعد صلاة الظهر. واللي قاله حصل، دفناه والحاج فرحات كان عامل شادر صغير جنب البيت علشان ناخد فيه العزاء. كنت قاعد تايه مش عارف أربط حاجة من اللي حصلت في بعضها لحد دلوقتي. بص في الأرض وسكت، فسبت الألم من إيدي ورفعت النظارة وقلت له: كمل، وانت إيه اللي في حكايتك دي دخلك هنا يا سالم؟ أنا مش شايف حاجة من اللي انت حكيتها تدخلك الأحداث. مسح دموعه وقال لي: أنا هنا عشان متهم بقتل جدي. إزاي وانت قلت إنك كنت على البر والحاج فرحات شاهد على ده، وجدك كان مقتول في البحر أصلاً؟ هم ملهمش دعوة بكل ده، أنا كل الأدلة أثبتت إني القاتل، بصماتي في المركب وعلى السكينة اللي اتقتل بيها، كل حاجة كانت مترتبة ضدي. جدي كان غلطان لما فكر إنه لما يموت نفسه في المركب هيبقى بيصرف اللي حضره. تقصد إيه؟ مش فاهمة. أقصد إن اللي أنا فيه ده مش طبيعي، أنا مقدرة الوضع اللي أنت فيه وأوعدك إني هساعدك ومش هسكت إلا لما تخرج من هنا وبراءتك تظهر. هز راسه وسكت. خرجت من عنده وأنا قلبي وجعني قوي عليه، وقررت أساعده مهما الأمر كلفني. وعلشان كده أول حاجة عملتها إني رحت البيت بتاع عزمي جد سالم، وفضلت أسأل الناس لو حد فيهم عارف حاجة عن الحادثة اللي حصلت على المركب من 3 شهور، بس ما كانش حد بيرد عليا. كلهم كانوا بيسبوني ويمشوا لدرجة إني دورت على بيت الحاجة فرحات اللي سالم حكالي عنه، ولما وصلت له رحب بيا قوي. لكن لما سألته عن سالم حفيد الحاجة عزمي وشه قلب وقام وسابني. مشيت وراه وفضلت أتحايل عليه علشان يساعدني أثبت براءته، لكنه دخل بيته وقفل في وشي الباب. وكده خلاص ما فضلش قدامي غير الشط والمركب.
رحت الشط وهناك سألت الصيادين اللي واحد منهم بس هو اللي رد عليا، ومع رده شاور لي من بعيد عليها. كانت مربوطة بعيدة شوية. المركب كان شكلها غريب وقديمة قوي. ما كنتش مستوعبة ازاي المركب دي كانت بتنزل المية من 3 شهور من غير ما تغرق. ناديت على ولد من اللي كانوا في المركب اللي جنبها وطلبت منه يساعدني انزل المركب دي، لكنه رفض في الأول، بس بعد شوية محايلة مني ساعدني أنزل المركب وطلع منها. كنت ببص لأرضية المركب وبدور على الكتابة اللي سالم قال لي عليها، بس ما لقيتهاش. المركب كان قديم جدا وعادي، مفيش أي حاجة فيه تلفت الانتباه إلا حاجة واحدة بس، حاجة كانت محشورة في ركن بين الخشب بتاع المركب. قعدت على الأرض ومديت إيدي حاولت أطلعها. حاجة جوايا كانت بتقولي إني هلاقي دليل براءة سالم هنا. وبعد شوية مجهود طلعت الحاجة اللي كانت ملفوفة واكتشفت إنها كراسة. كانت على الأرجح حد قاصد إنه يخبيها في المكان ده. مسكتها في إيدي وقلبتها يمين وشمال وبعدين فتحتها وبدأت أقرأ فيها، وكل ما كنت بقرأ أكتر كنت بتصدم أكتر، ما كنتش عارف أستوعب. فقفلت الكراسة وحسيت إن قلبي بيدق بسرعة وهيقف من كتر الخوف. معقول في بني آدم بالشر ده؟ حد ممكن يألف قصة علشان يداري على جريمة هو عملها؟ أيوة، الكراسة دي كانت مذكرات سالم اللي فيها اعترافات بخط إيده. 24 أغسطس، أنا بدأت أحضر وكتبت الطلاسم النهاردة ونورت، معنى كده أن خلاص قربت أنفذ اللي أنا عاوزه. الأمر مكتمل وكل حاجة هتبقى تمام. 30 أغسطس، جدي عارف باللي بعمله على المركب بس دار عليا وحاول معايا، لو اداني فرصة تانية علشان ابعد عن الطريق ده، بس انا مش قادر، انا في حاجة بتشدني غصب عني. 7 سبتمبر، جدي ضحك عليا وقال لي انه هيطلع البحر لوحده المرة دي، بس هو حاول يمسح الطلاسم اللي مكتوبة على جسم المركب علشان كده الخادم اذاه وكان هيموته، بس ربنا ستر. ولما رجع البر وحكالي على اللي حصل وتعب ودخل المستشفى صعب عليا، فوعدته بعد ما خرج على خير اني هقفل موضوع السحر ده نهائي. 18 سبتمبر، انا ما قدرتش اقاوم ورجعت تاني، رجعت اعمل طقوس السحر من ورا جدي، وفي الليله اللي بلغت عزمي فيها اني هبات في البحر قلبه ما كانش مطمن، زي ما يكون حاسس باللي هعمله، وعلشان كده حاول يمنعني لكنه ما قدرش يوقفني. 23 سبتمبر، من يومها وأنا قاعد في البحر بالمركب، جدي جالي المركب علشان يرجعني معاه، بس اتخانقنا وشدينا مع بعض وقتلته بدم بارد. ما كنتش حاسس بنفسي وأنا بعمل كده، أنا فضلت قاعد قدام الجثة أكتر من ساعة وأنا مش مستوعب اللي حصل. أنا قررت أسيبه وأرجع، بس قبل ما أرجع فتحت النوتة كالعادة وكتبت اللي حصل بالملي، وكالعادة برضو هخبي النوتة زي ما بعمل كل مرة علشان محدش يلاقيها. وبقية الكراسة كانت فاضية ما عدا الصفحة الأخيرة، لأنه كان مكتوب فيها أنا هسيب جثته في المركب هنا وأرجع بالمركب اللي جي بيها وأقعد على البر، هقعد وكأني مستنيه وأكتشف اللي حصل له مع الناس. قفلت الكراسة ورميتها على أرضية المركب وأنا بسأل نفسي، عيل عنده تقريبا 17 سنة وبالشر ده أمال لما يكبر هيعمل إيه؟ ده حلال فيه وجوده في الأحداث، أحداث إيه؟ ده مفروض يتعدم. وفي النهاية قررت أخد المذكرات دي واتصرف فيها بشكل رسمي، حطيتها في شنطتي وقفت وبصيت حواليا على الولد اللي ساعدني أنزل المركب، بس ما كانش موجود، فقررت أعتمد على نفسي وأخرج لوحدي. بس فجأة المركب اتهزت جامد، مسكت فيها علشان ما اقعش في المية، لكن المركب كانت بتتهز بطريقة مرعبة، وفجأة اتقلبت بيا ووقعت في المية. ما كنتش عارف افكر في اي حاجة في الوقت ده غير اني انقذ نفسي، بس الغريبة ان كان في حاجة بتشدني في المية لتحت، انا كنت بغرق، جسمي كله مشلول مش عارف احركه، لكن فجأة حد قرب مني تحت المية وشدني لفوق وطلعني، وعلى ما استوعبت اللي حصل
كان الولد اللي أنقذني جاب بطانية ومدلي إيده بيها، أخدتها منه ولفت نفسي بيها وكنت هموت من البرد، لكن مع البرد اتصدمت لما قال لي اللي حصل لك ده مش صدفة، أي حد بيقرب من المركب دي بيتأذي. بصيت له وقلت له أنا مش هاسكت، أنا معايا مذكرات سالم اللي بخط إيده، اللي زي ده شر ولازم يتحاسب على كل اللي عمله. مديت إيدي على الشنطة علشان أطلع منها المذكرات وأوريها للولد، بس لا لقيت الشنطة ولا المذكرات ولا الموبايل. وقتها الولد تقريبا فهم اللي حصل لي، وعلشان كده ضحك وقال لي كلنا عارفين إن سالم مختارش طريق السحر، ده مكتوب عليه ورث واخده من أمه، ولما أبوه حاول ينجده من مستقبله الأسود بعته عند جده وفكر إنه كده بينقذ ابنه، لكن للأسف القدر مش بيتعاند، ومحدش بيقدر يهدي حد أو يضله مهما كان قلبه عليه، كله مكتوب والقدر سكنته نافذة. وآه ما تدوريش على الحاجة اللي ضاعت منك، أكيد اللي ورا سالم خافوها. أنا مش عارف الرسالة دي هتوصلك ولا لأ، بس لو وصلت لك أتمنى أنها توصلك كاملة، لأني بجد مش عارف إذا كنت هقدر أكملها للآخر ولا مش هلحق، وعلشان كده خليني أبدأ بسرعة أصل خلاص مفيش وقت. اسمي عاصم، سني 30 سنة، شغلي مش مهم، المهم تقرأ الرسالة وتفهم اللي حصل لي كويس. أنا طول عمري شخص ما بيحلمش، آه ما تستغربش، عمري ما حلمت لا حلم وحش ولا حلم حلو، وكنت دايما بسأل نفسي هو أنا ليه ما بحلمش؟ يعني كنت بسمع صحابي في المدرسة اللي بيقول إنه شاف عفريت، اللي بيقول إنه حلم بإنه راح الملاهي، وفي اللي كان بيحلم أحلام تانية، ولما كانوا بيسألوني كنت بقول لهم ما بحلمش. وعشان كده في الفترة دي سألت أمي أنا ليه ما بحلمش، بس الحقيقة إن هي كمان ما كانتش عارفة إجابة. كل اللي قالته لي إن الأحلام دي حاجة بتيجي لوحدها، محدش فينا له دخل فيها. ما فهمتش كلامها وقتها، ولما كبرت شوية ودخلت الثانوية العامة الأحلام بتاعت صحابي بدأت تاخد شكل تاني، يعني في اللي كان بيحب واحدة ويجي تاني يوم يحكي لنا إنه حلم بيها، وفي اللي كان بيحلم إنه سايق عربية وحاجات من دي. يعني بصراحة في الفترة دي كنت هموت وأحلم، بس برضو ما حلمتش. دورت في كتب وكمان على مواقع كتير علشان أعرف إزاي ممكن الإنسان يحلم. سيجمند فرويد بيقول إن الحلم مجرد أفكار حبيسة في نفس الحالم، أفكار ممكن عقله الواعي ما يعرفش عنها حاجة لكن اللاوعي عنده نفسه فيها. يعني ممكن تكون بتقابل شخص كل يوم في حياتك وبتسلم عليه وبتضحك في وشه ومفيش جواك حاجة مؤذية ناحيته، بس الحقيقة أنت فاكر كده أو عقلك الواعي مصور لك ده، لكن اللاوعي عندك كل يوم بيضربه أو بيموته في الحلم ومش بيطيقه أساساً. وبيقول فرويد كمان إن الحلم ساعات بيكون نابع من حاجات الشخص محتاجها في الحقيقة بس مش قادر يوصل لها، زي اللي بيحلم بالعربية وهو مش معاه يشتريها، عقله اللاواعي بيصور له في الحلم إنه اشترى عربية وبيتفسح بيها كمان. ده غير إني كمان شفت نظريات بتقول إن ساعات الحلم بيكون هروب من الماضي، وساعات برضه بيكون هو الماضي بنفسه لكنه بيطردك. بصراحة الكلام كان كتير جدا، بس الإجماع كان على الجملة اللي قالتها لي أمي من زمان، وهي بكل بساطة إن الحلم محدش يقدر يتحكم فيه. حاولت أطبق نظرية فرويد وفضلت أقول لنفسي قبل ما أنام نفسي في عربية نفسي في عربية، بس برضو ما حلمتش بحاجة يومها. واضح إن اللاوعي كان أذكى مني زي ما قال فرويد، ما هو اللاوعي عارف إني مش بحب العربيات أصلا. المهم إن عدت الفترة دي ودخلت الجامعة وكنت لسه برضو ما بحلمش. بدأت أيأس من الموضوع ده وبطلت أدور فيه، ولما خلصت جامعة واشتغلت بقى وسني بقى 25 سنة بدأت كل حاجة. كنت في أجازة من الشغل وسافرت أغير جو في الشاليه بتاعنا، كان معايا 2 من صحابي بتوع زمان سليم ويزن. قضينا يوم لطيف وفي آخر السهرة دخلت علشان أنام، وليلتها كان أول حلم أحلمه في حياتي كلها. في الليلة دي شفت نفسي واقف وسط شقة غريبة عليا معرفهاش، بصيت حواليا ما لقيتش اي حاجه، الشقه ما كانش فيها عفش،
كانت على البلاط. فجأة سمعت صوت حد بيصرخ، فاستنيت شوية لحد ما سمعت الصوت من تاني. جريت ناحية الصوت واكتشفت انه جاي من ناحية سلم بيطلع على دور تاني. الشقة كانت دورين. طلعت السلم بسرعة ودخلت الأوضة اللي جاي منها الصوت. بس ساعتها شفت سليم ويزن، هما الاتنين قاعدين، كل واحد فيهم قاعد على كرسي ومتربطين، والاتنين راسهم نازلة على جسمهم والدم مغرق الأرض. قمت من الحلم مفزوع وبسرعة جريت على سليم ويزن، بس الحمد لله كانوا كويسين. ما حكيتش لحد فيهم الحلم ده رغم ان هم كانوا ملاحظين اني متغير وفي حاجة وسألوني كتير، لكني برضو ما حكيتش. خلصنا الأجازة ورجعنا، بس الحلم ده فضل معلق في دماغي. الحقيقة ما شفتش حاجة تانية لأكتر من أسبوع، لحد ما شفت الحلم التاني. كنت واقف في بيت والدنيا كانت ضلمة. بعدها شفت شخص أنا عارفه، بس ما كنتش قادر أفتكر اسمه في الحلم. شفته داخل من الباب وبعدين قفل وراه، وبعدها راح ناحية الصالون. في اللحظة دي شفت حد وشه مش باين ماشي وراه، وراح ضربه بالسكينة في ظهره، فوقع الشخص ده على الأرض، والراجل اللي قتله بالسكينة ده سابه وهرب. بعد ما فقت حاولت كتير جدا أحاول أفتكر اسم الشخص ده، بس حتى شكله بدأ يختفي تدريجا من ذاكرتي. وبمرور الأيام وكالعادة ما كانش في حد أحكيله الحلم وكبرت دماغي. ومع الوقت بدأت أتعامل في الشغل على طبيعتي لحد ما نسيت الحلم ده تماما. لكن بعد مرور سنة تقريبا حلمت حلم جديد. في الحلم الثالث كنت في الشارع راكب العربية بتاعتي وماشي عادي جدا في طريقي، وفضلت سايق لحد ما الموبايل رن. بصيت جنبي علشان أجيب التليفون، وساعتها اكتشفت إن اللي كانت بترن هي أمي. فتحت علشان أرد عليها، بس أول ما لفيت وشي ناحية الطريق لقيت شخص بيعدي من قدامي. دست فرامل على الآخر، لكن للأسف ما لحقتش. خبطت الراجل اللي كان بيعدي وطار في الهوا ونزل ميت. فقت من الحلم وأنا متضايق. كنت عايز أشوف شكل الراجل اللي خبطته، لكن كالعادة ما لحقتش أشوف أي تفاصيل. ويمكن ده الحلم الوحيد اللي فضلت فاكره حوالي شهر. كل شوية بشوفه قدامي كأنه مشهد تلفزيوني بيتعاد، وكل مرة كنت بحاول أتخيل شكل الراجل لكن مش بقدر. وهو بعد الشهر نسيت الحلم ورجعت لحياتي، وعدت سنة برضو تقريبا وما شفتش أحلام تانية خلالها، لحد ما فجأة شفت الحلم الرابع. كنت واقف في قطر، تحديدا في الجزء اللي بيبقى بين العربيتين، وكان في واحد واقف ظهره ليا وقدامه عند باب القطر، وكان في شخص تاني أنا معرفوش بس كان بيعيط وبيتوسل للراجل اللي ظهره ليا ده وبيترجاه أنه يسيبه، لكن من كلام التاني كان باين أنه رافض. وفجأة لف الشخص ده وشه ونط من القطر. جريت بسرعة ناحية الباب وخبطت في كتف الشخص اللي كان واقف، ولما بصيت من الباب ما شفتش غير الدم. خبيت وشي بسرعة، بس بعد ثواني وأول ما لفيت ما لقيتش حد جنبي. قمت من النوم على صوت صفارة القطر في ودني. كنت عرقان بشكل رهيب، نفسي مكتوم وبتنفس بصعوبة. قعدت على السرير وأنا بحاول أفهم بقى إيه اللي بيحصل لي ده. أنا عمري ما حلمت، ويوم ما أحلم أحلامي كلها تبقى كده. ما قدرتش أنسى الحلم ده أبدا. بس ما فاتش وقت كتير، ما فاتش إلا أسبوع واحد وحلمت الحلم الخامس. بصراحة مش هقولك عليه دلوقتي، هسيبه للآخر، لكن خليني أقولك إنه كان أفظع حلم فيهم. أو بالمختصر كده، هو كان الحلم اللي قلب حياتي، ومن يومها ما رجعتش زي ما كانت. وده لأني ببساطة في الحلم الخامس كنت عارف الضحية وعارف القاتل، لكن اللي ما كنتش عارفه هو توقيت الجريمة. بس بعد الحلم ده الأحلام اختفت، ما بقتش بحلم تاني لحد ما حصلت الكارثة. كنت في الشغل يومها لما لقيت سليم بيكلمني وبيقول لي
عصومة عامل ايه؟ انا تمام، انت ايه اخبارك؟ زي الفل. بقولك ايه، احنا هنتجمع النهاردة عند الواد مؤمن، جاي ولا ايه؟ اه طبعا جاي. مين هيكون موجود؟ الشلة كلها، حتى البنات جايين. طب فل قوي. هنتجمعوا على الساعة كام كده؟ يعني على 10 مثلا. حلو، هجيلكوا على هناك. قفلت معايا وانا مبسوط، احنا بقالنا كتير ما تجمعناش كلنا، ويعني كل واحد فينا كان مشغول في حياته وفين وفين لما بنتجمع. المهم خلصت شغل يومها وروحت البيت، وعلى الساعة 9:30 اتحركت على بيت مؤمن. مؤمن كان ساكن في كومباوند قصاد الكومباوند اللي انا عايش فيه، وعشان كده اول ما وصلت ركنت العربية قدام البيت ونزلت، وساعتها عيني جات على البيت اللي جنب بيت مؤمن. كان منور وباين من الازاز ان فيه تقريبا عمال شغالين جوه. ما اهتمتش قوي بصراحة ومشيت ناحية بيت مؤمن، ومن بره كده كنت قادر اشوفهم وهم قاعدين جوه البيت، زمايلي واصحابي يعني، فرنيت الجرس. بس واضح ان المزيكا كانت عالية، وده خلاني بصيت من الازاز وشاورت لهم. فقام يزن وفتح لي الباب. ازيك يا برو؟ يا يزن الدوشة دي، محدش سامعني، لازم اشاور يعني. دخلنا ناحية الصالة، قفلت الباب ورانا ودخلت لقيتهم كلهم قاعدين. سحبت كرسي وقعدت كمان انا جنبهم، لقيت شيرين واحدة من اللي كانوا قاعدين بصيت لي وقالت لي بضحكة كده، ايه يا عاصم، محدش بيشوفك يعني. معلش يا شيرين، مشاغل بقى، ما انت عارفة الواحد يدوب بيخلص شغل ويرجع مش قادر يتحرك، وبعدين انت اللي مختفية برضو. ما انا بقابل سليم ويزن ومؤمن كل فترة، ده غير اننا ساعات بنقابل يارا وهالة وبنسألهم عليكي، بيقولوا ان انت يعني ما بيشوفوكيش اصلا. لا انا موجودة اهو، هما اللي اندالوا ما بيسألوش. بصت لها يارا وقالت لها يا سلام، احنا برضو اللي ما بنسألش، ولا حبيب القلب اللي كان واخد عقلك؟ بصت ليارا بعدها وقالت اصل انت ما تعرفش يا عاصم، شيري كانت متعرفة على واد انما ايه، ما اقولكش. قطعتها شيري وقالت خلاص بقى اهو راح لحاله. ايوه كده تعدلي، ما انت ما تغبيش، ولما الموضوع يفكس تفتكري اصحابك وتعملي فيها المسكينة اللي محدش بيسأل عنها. سكتت شيري وهي متضايقة، وده طبعا لان يارا بوظت لها الخطة لما عرفتني انها كانت مرتبطة. اصل شيري من ايام الجامعة وهي بتحاول تقرب لي، بس انا عمري ما حسيت بحاجة ناحيتها، والحمد لله يارا بوظت الموضوع بدري بدري. قعدنا بعد كده نضحك ونهزر على ايام الجامعة اللي بنفتكرها كل ما بنقعد مع بعض. بعدها شغلنا مزيكا ورقصنا، وكانت القعدة لذيذة بصراحة، لحد ما يعني وانا في عز اندماجي كده بصيت حواليا ما لقيتش سليم ويزن. سألت مؤمن عليهم، قال لي انهم ممكن يكونوا بيتكلموا بره علشان الدوشة. ولما خرجت علشان اشوفهم قدام البيت ما كانوش موجودين. بصيت على البيت اللي جنب البيت بتاع مؤمن، لقيت ان نوره مقفول، والبيت اللي على الشمال كان هو كمان مظلم. معرفش ليه استغربت اختفائهم فجأة، لكني رجعت جوه ودخلت قعدت مع الباقيين. ولكن بعد الموقف ده عدى حوالي ساعة وهم ما ظهروش. ساعتها مسكت تليفوني، اتصلت بسليم، لقيت تليفونه مقفول. اتصلت بيزن، ما ردش. بدأت أقلق وحطيت التليفون في جيبي وأنا بقول لمؤمن العيال دي راحت فين؟ واحد تليفونه مقفول والتاني ما بيردش. قال لي يا عم هتلاقيهم قاعدين في العربية ولا في أي حتة بيظبطوا دماغهم، ما أنت عارف بقى. قلت له عربية إيه؟ وبعدين ما هو لو كلامك صح كان يزن رد عليا وقال لي إن هما بيعملوا كده. فقال لي ليه؟ هو فايق يرد عليك؟ قلت له طب خلاص أنا همشي. شيري وقتها قعدت تقول لي لا خليك قاعد، القعدة هتبقى رخمة من غيرك، وخليك ده القعدة حلوة. قلت لها لا كفاية كده، أنا مش قادر أفتح عيني. قمت من مكاني وأنا بسلم عليهم تليفوني رن. خرجت تليفوني من جيبي بصيت عليه، وبعدين قلت لمؤمن ده الواد يزن، أخيرا افتكر إنهم كانوا قاعدين مع ناس. رديت عليه إيه يا ابني، أنتوا فين كل ده؟ في اللحظة دي ما سمعتش غير صوت نفس، كان في حد بيتنفس بصوت عالي. شاورت لهم بإيدي علشان يسكتوا ويوطوا المزيكا، وبعدها اتكلمت وقلت يزن أنت كويس؟ أنا اللي جه في بالي زي ما قال مؤمن ممكن يكونوا كانوا بيشربوا حاجة بره وحصلت مشكلة أو حاجة، لكن سمعت صوت أنفاس بعدها ولقيت حد بيقول لي يزن وسليم ما بقوش موجودين تاني خلاص.
انت مين؟ الو الو. الخط قطع. لفت انتباهي بسرعة ان الصوت كان له صدى، كأنه واقف في مكان فاضي. وساعتها جه في دماغي الحلم اللي حلمته زمان. فوت على صوت مؤمن وهو بيقول لي: ومين اللي بيتكلم من تليفون يزن؟ ما ردتش عليه. خرجت برا وبصيت حواليا يمين وشمال، وقتها عيني جت على البيت اللي على يميني، لقيت بابه مفتوح. الحلم كان بيمر في عقلي بصورة سريعة وهو مختلط بصدى الصوت اللي في المكالمة. تلقائيا معرفش ازاي لقيتني بجري على هناك، وجري ورايا مؤمن وشيري ويارا. دخلت من الباب وقفت في نص الصالة، كانت على البلاط زي الحلم بالظبط. وعلشان كده نفذت اللي حصل في الحلم ودورت على السلم اللي بيطلع لفوق. كنت ماشي وانا عارف او حاسس بالمنظر اللي هشوفه لما اوصل. طلعت فوق، لقيت سليم ويزن كل واحد فيهم قاعد على كرسي وراسه على صدره والدم مغرق الارض. قربت منهم وساعتها لقيت موبايل يزن قدامه على الارض. وطيت جبته. في اللحظه دي سمعت اصوات مؤمن ويارا وشيري على باب الاوضه ورايا. البنات صرخوا، مؤمن قرب مني وقال لي: مين اللي عمل فيهم كده؟ رفعت راسي وانا لسه قاعد على الارض: مش عارف، بلغ البوليس بسرعه. خرج مؤمن تليفونه من جيبه واتصل بالبوليس، وما خدوش وقت وكانوا وصلوا. بعد ما وصلت الشرطه كانوا واقفين قدام البيت بيستجوبونا، والمعمل الجنائي في البيت كانوا جوه بيرفعوا البصمات وبيعينوا المكان. حكينا للضابط كل اللي حصل من اول ما اليوم بدا لحد ما اكتشفنا الجثتين. كلنا كنا منهارين من المنظر اللي شفناه، وللسبب ده الضابط سابنا نمشي على وعد انه هيكلمنا بكره علشان نكمل باقي الاستجواب. طبعا اهل سليم ويزن كانوا موجودين، ودول استجوابهم لينا كان اصعب من استجواب الشرطه. كان النهار طلع على ما خلصنا كلام، وساعتها سبتهم وروحت. دخلت البيت وانا مش قادر استوعب اللي حصل. سليم ويزن يتقتلوا الاتنين مع بعض؟ مين اللي قتلهم وقتلهم ليه؟ ليه بس؟ من الارهاق والعياط نمت. معرفش نمت قد ايه، لكني صحيت على التليفون من مؤمن. ايوه مؤمن، في ايه؟ قوم يا ابني، الساعه بقت 2 الظهر. اقوم اعمل ايه؟ قوم تعال معايا علشان الضابط كلمني وطالب يتكلم معانا تاني. طيب، هو تقريبا متصل بي انا كمان. انا هقوم البس واجيلك. قمت ودخلت الحمام علشان اخد شاور، بس طول الوقت ده كانت جملة القاتل في ودني: يزن وسليم ما بقوش موجودين تاني خلاص. حتى صوت انفاسه كان مزعج. ومع مراجعة عقلي لكل اللي حصل، للحظات حسيت انه واقف ورايا وبتنفس جنب رقبتي. كنت خايف، وعشان كده خرجت بسرعة من الحمام ولبست هدومي ونزلت. رحت المؤمن خدته ورحنا للظابط، وبعد ما سألنا كام سؤال خرجنا من الاسم. بعد كده عدوا يومين تلاتة وما كانش لسه في جديد في القضية بتاعت سليم ويزن. بس أنا بدأت أهدى وأتمالك أعصابي من تاني، وكان لازم أنزل الشغل. لكن في اليوم الرابع اتفاجئت بمكالمة من مؤمن: عاصم الحقني. في ايه يا مؤمن؟ حصل ايه تاني؟ عمو فريد اتقتل. ايه؟ امتى؟ ماما لسه قايله لي دلوقتي، بتقولي انه اتقتل في مكتبه امبارح بالليل، ولما اتاخر طنط اتصلت بيه كتير وما ردش. بس الصبح وقت ما عامل البوفيه كان بيفتح المكتب لقاه واقع على الارض وفي سكينه في ظهره. اول ما مؤمن قال لي كده لقيتني بفتكر الحلم التاني. يعني عمو فريد ابو سليم هو الشخص اللي انا كنت عارفه في الحلم بس مش قادر افتكر اسمه. معرفش ليه اتهزيت وبدات احس ان الموضوع سلسله مقصوده مش صدفه، والموضوع ما يخصش سليم ويزن بس. ومن هنا بدات افكر في الحلم الثالث والرابع. لكن انا في الحلمين الاولانيين كنت بتفرج، اما في الثالث فكنت انا القاتل. يعني ايه؟ انا هقتل؟
طب هقتل مين وليه؟ سؤال ما كانش له إجابة، أو أنا اللي كنت خايف أعرف إجابته وأنا في وسط جريمة قتل. له إيه؟ جريمة أبقى أنا فيها القاتل. ومن اللحظة دي بدأت حياتي تتقلب، ما بقتش قادر أركز في الشغل، وبدأت أحاول أفتكر الحلم التالت كويس، بس برضو لا كنت قادر أحدد الطريق اللي كنت ماشي فيه، ولا حتى قادر أعرف مين اللي خبطته، لدرجة أني بطلت أركب عربيتي في الفترة دي. وعدى وقت والحمد لله ما حصلش حاجة، بس برضو لسه الشرطة ما قدرتش تعرف مين القاتل في الجريمتين. ولما أمي حاولت تخرجني من الجو الكئيب اللي كنت عايش فيه وقالت لي أروح الشاليه بتاعنا أغير جو، ما كنتش عايز أروح، لكنها صممت وفي النهاية نفذت كلامها وخدت بعضي وطلعت على الشاليه، وبرضو ما روحتش بعربيتي، أجرت عربية توصلني لحد هناك. بعدها عدى يوم والتاني، وفي اليوم التالت كنت قاعد على الكنبة بقلب في الموبايل على الفيسبوك، وفجأة ظهر قدامي خبر بشع. الخبر بيقول إن في حادثة حصلت على الطريق وتسببت في قتل شخص واحد. بسرعة دوست على رابط الخبر، وساعتها شفت قدامي صورة الضحية. أنا عارف الشخص ده، بس شفته فين؟ ما كنتش قادر أفتكر. فضلت أفكر لحد ما شفت رابط كان فيه فيديو متصور للحادثة. فتحت الفيديو بعد التحذيرات الكتير اللي طلعت، وساعتها شفت نفس المشهد اللي كان في الحلم بالظبط. الراجل كان بيحاول يعدي الطريق لما فجأة ظهرت عربية قدامه بسرعة جدا، حاولت تفاديه لكنها في الآخر خبطته وطار في الهواء قبل ما يقع على الأرض جثة هامدة. حطيت التليفون جنبي وفردت ظهري وأنا بحاول أفتكر شفت شكل الراجل ده فين قبل كده، بس مع الأسف سرحت ونمت. كنت أنا وسليم ويزن راكبين العربية، كنا لسه خارجين من الجامعة ومخلصين آخر امتحان. وساعتها قال يزن: بقول لكم إيه، أنا مش طالبة معايا إن أنا أروح. سليم اللي كان قاعد جنبه قال: أمال عايزنا نعمل إيه؟ ما تيجوا نطلع على الشاليه عندنا أو عند أي حد فيكم. قلت له: فجأة كده؟ طب ما نروح ونبقى نسافر بالليل، حتى نجهز هدوم ونقعد كام يوم. واتفقنا فعلا، بس قبل ما أكد عليهم طلعت التليفون علشان أكلم أمي. فيزن سألني: أنت بتعمل إيه؟ قلت له: هكلم بس أمي علشان أعرفها، لازم تبقى عارفة أنا فين، هي مش هتقول حاجة يعني. قعدوا يتريقوا هما الاتنين، وبمجرد ما طلعت التليفون ولسه بتصل يزن خطف التليفون من إيدي وقال لي: بكلمها لما توصل. حط التليفون قدامه وأنا بقوله بعصبية: ما يزن هات التليفون وبلاش اللي بتعمله ده. قعدنا في مشادات كتيرة جدا، ولكن في النهاية يزن داس بنزين على الآخر، وبعد ساعة تقريبا كنا عدينا البوابات وخرجنا من القاهرة، مع أننا ما اتفقناش نسافر النهاردة وقلنا بالليل. بعد شوية قلت له: هات بقى التليفون يا يزن، احنا خرجنا من البوابات اهو. قعد يقول لي: لا مش هخليك تكلمها غير لما نوصل. قلت له: يا عم ماما ما بتحبش الأمر الواقع ده وممكن تقفش عليا وتخليني أرجع، يبقى ليه بقى؟ التليفون كان بيرن قدامه على التابلو، لمحت اسم أمي على الشاشة. في اللحظة دي تعصبت وقلت له: بقول لك إيه، هات أم التليفون ده بقى علشان أرد. ما رضاش. قلت لسليم: يا سليم هات أنت التليفون ده، عيل بارد. مد سليم إيده علشان يجيب التليفون، بس في اللحظة دي شده منه يزن، والتليفون وقع في دواسة العربية. ومع وقعته اتكلمت وقلت لهم: يا جدعان التليفون مش هينفع كده. يزن وطى مرة علشان يجيبه بس ما كانش لاقيه. بصيت من عندي من تحت الكرسي من عنده لكن برضه ما لقيتهوش. ووسط تدويري بصيت له وقلت له: مش هنا يا عم البارد، شوف تاني عندك. نزل مرة تانية براسه في الدواسة علشان يشوف التليفون، وسليم نور له بالكشاف. وبعد دقيقة تقريبا طلعوا الاتنين وناولني يزن الموبايل. بس في اللحظة دي صرخ سليم وهو بيقول له: يزن حاسب. قمت من النوم مفزوع وعدلت قعدتي، أول مرة أحلم بالحادثة. قعدت سنين طويلة لدرجة أني نسيت الموضوع، بس إيه اللي خلاني أحلم بيه النهاردة؟ يا ترى اللي بيحصل ده كله بسبب الموضوع ده؟ سليم ويزن وأبو سليم والراجل اللي مات. أيوة افتكرت، الراجل ده قابلته يوم القضية،
هو كان شاهد من ضمن الشهود. صح، معنى كده ان الحلمين الباقيين هما كمان هيتحققوا. بس مين اللي بيعمل كده؟ وازاي قدر يوصل لأحلامي؟ في حاجة غلط. حسيت اني مينفعش اقعد لوحدي كتير، في خطر على حياتي. وطالما يزن وسليم اتقتلوا يبقى انا كمان المفروض هيجي عليا الدور. قمت لبست ولميت حاجتي وطلبت عربية ترجعني القاهرة. وطول الطريق كنت بفكر في الشخص اللي اتقتل في الحلم الرابع، يا ترى هو مين؟ لما وصلت القاهرة اتصلت بمؤمن وطلبت منه يقابلني، وبعد ساعة تقريبا اتقابلنا وحكيت له على اللي حصل وقت الحادثة. كان متفق معايا ان اللي بيحصل مرتبط بالحادثة وان القاتل بينتقم، بس يا ترى هو مين؟ ده السؤال اللي ما لقيناش ليه إجابة. اقترح عليا مؤمن اني ابلغ الضابط اللي بيحقق في قضية سليم ويزن، خصوصا ان حياتي بقت في خطر وهتعرض للحبس كام سنة في الحادثة القديمة، احسن ما اموت زي سليم ويزن. لكن بصراحة انا ما وافقتش على الفكرة وقلت له اني هعرف احمي نفسي، بس انا عايز اعرف مين الضحية الرابعة. لما قلت له كده قال لي انه اكيد شخص مرتبط بالحادثة، فلازم ادور ورا اللي حصل ساعتها وانا هوصل له. كان عنده حق، احنا في فترة ما بعد الحادثة بعدنا عن الصورة تماما، واللي كان بيتابع الموضوع هو ابو سليم وابو يزن، وبما ان ابو سليم مات فانا لازم اوصل لابو يزن. سبت مؤمن وقتها واتحركت ناحية بيت يزن، رنيت الجرس وفتحت لي البنت اللي بتشتغل عندهم. طلبت منها اقابل عمه فاضل ابو يزن، دخلتني ورحت علشان تبلغه. وأول ما شفته حسيت إنه كأنه كبر يجي 20 سنة، شكله كان متغير، الحزن باين عليه. عزيته مرة تانية وبعدين قلت له أنا عرفت اللي بيحصل ده بيحصل ليه. انتبه مع جملتي وقال لي بيحصل ليه؟ سليم ويزن اللي قتلهم واحد له علاقة بالحادثة اللي حصلت زمان. وانت ايه اللي أكد لك الموضوع ده؟ ما حكيتلوش على الأحلام، لكني خرجت موبايلي وفتحت رابط الحادثة ووريته صورة الضحية. بص في الصورة وبانت عليه الدهشة، ومع دهشته اتكلمت وقلت له مش ده الراجل اللي شهد إننا كنا قاعدين عنده في الكافيه يوم الحادثة؟ بل عريقه وهو بيهز دماغه بالإجاب أيوة هو. مات إمتى ده؟ من يومين، ولسه في حد تاني هيموت. مين اللي هيموت؟ ده اللي أنا جاي أعرفه من حضرتك. مش فاهم، تقصد إيه؟ أقصد إنه وقت الحادثة أنتوا بعتونا عن الموضوع ومحدش فينا عارف القضية خلصت على إيه، ومن يومها لحد النهاردة وإحنا ما فتحناش الموضوع ده. حضرتك بس وعم أبو سليم الله يرحمه اللي تعرفوا اللي حصل، وأنتوا اللي عارفين عملتوا إيه، فياريت تحكيلي علشان نقدر نلحق الراجل ده قبل ما يموت. أنتوا لما عملتوا الحادثة ويزن كلمني وحكالي اللي حصل، كلمت أبو سليم لأنه المحامي بتاعنا زي ما أنت عارف، وكمان ابنه الشريك في الموضوع. لما كلمته أول حاجة قالها لي إنه ما ينفعش حد يعرف إن يزن هو اللي كان سايق، وطبعا لازم محدش يعرف إنكوا خرجتوا من القاهرة أصلا. ما كناش وقتها عارفين حد شافكوا ولا لأ، وعلشان كده عمك أبو سليم طلب مني أبعت سواق من الشركة عندي ياخد العربية من يزن ويرجع بيها، وهو لو رجعوا الكاميرات بتاعت البوابة مش هيقدروا يعرفوا مين اللي كان سايق، لأن العربية كده كده متفيمها وإزازها كل أسود معتم. فريد يومها أكد على سواق العربية أنه ياخد العربية ويرجع بيها، وعند البوابة يفتح الإزاز على الآخر علشان يثبت أنه هو اللي كان سايق، وكمان طلب منه يقف في أكتر من مكان قبل ما يرجع علشان يثبت أن العربية كانت معاه وقت الحادثة. واللي فريد عمل حسابه لقيناه، وعرفنا ان في بلاغ متقدم بنمر العربية، وساعتها كل حاجة كانت مترتبة والسواق هو اللي شال الليلة بدلكو. وهو مين السواق ده؟ عيل كان بيشتغل في الشركة، خد وقتها حكم 6 شهور او سنة مش فاكر، بس عوضناه طبعا بفلوس كتير، وعمك فريد برضو اداله فلوس. وهو فين دلوقتي؟ معرفش، من يومها معرفش عنه حاجة.
طب ممكن أشوف صورته؟ أنا يا ابني هجيب صورته منين دلوقتي؟ وبعدين أنت عايز تشوفه ليه؟ السواق ده حياته في خطر، حاول توصل لصورته، أكيد موجودة في السي في بتاعه. طب ثانية واحدة، هحاول أشوفهولك. مسك التليفون وقام عمل مكالمة، وبعدها رجع تاني وقال لي: أنا طلبت منهم في المكتب يدوروا على السي في زي ما أنت قلت، ولو لقوا الصورة هيبعتوها. ياريت يلاقوها، ياريت. قعدنا حوالي ربع ساعة محدش فينا بيتكلم، بس كان واضح القلق على عم فاضل لدرجة أنه اتفزع لما تليفونه رن. بصيت له باستغراب وهو بيرد على المكالمة: تمام، هبص عليها دلوقتي، شكرا. أول ما خلص سألته: لقوها؟ أيوة، وبعتوها على الواتساب. فتح تليفونه وفي نفس اللحظة قمت بسرعة وقفت جنبه، لف التليفون ووراني الصورة، وفي اللحظة دي قلت له: هو ده اللي هيموت. برق لي وسألني: وانت عرفت منين؟ مش مهم دلوقتي، المهم عنوانه ايه؟ بص في التليفون تاني وقال لي: ببياناته كلها في السي في اهي. خدت منه الموبايل وبصيت في العنوان ورجعته له تاني، وقمت سبته ومشيت وما اهتمتش خالص بانه بينده عليا. رحت البيت عندي، خدت مفاتيح العربية ونزلت بسرعة. طول الطريق كنت بفكر في حاجة واحدة بس، الحلم الرابع. كان في القطر، صلاح السواق ساكن في بلد ريفية، يعني علشان يروح بلدهم لازم يركب حاجة من الاتنين، يا إما ميكروباص يا إما قطر. فوت ساعتها على صوت صفارة قطر معدي على يميني في الناحية التانية. يا ترى أنت مت ولا لسه عايش يا صلاح؟ سؤال مش هقدر أعرف إجابته قبل ما أوصل البلد اللي هو ساكن فيها. دست بنزين على الآخر وحسيت إني بحاول أسبق القطر اللي جنبي، وبعد ساعتين ونص تقريبا وصلت. دخلت البلد وسألت على عنوانه، وبعد ما دخلت حواري كتير جدا وصلت أخيرا قدام البيت. خبطت على الباب ومع خبطتي فتحت لي بنت صغيرة. إزيك يا عسل؟ عمو صلاح موجود؟ بابا مش موجود. طب ماما موجودة؟ موجودة. قلتلك ما تفتحيش الباب لوحدك يا مقصوفة الرقبة. أيوة يا أستاذ، أمرني. كنت بسأل على أستاذ صلاح، يا ترى موجود؟ صلاح؟ صلاح تعيش أنت يا أستاذ. مات؟ إمتى؟ أنت مالك اتخضيت كده ليه؟ هو أنت كنت تعرفه؟ لا قصدي أيوة كنت أعرفه، ده كان حبيبي. حبيبك؟ أني أول مرة نشوفك، أنت مين؟ يا ستي مش مهم أنا مين، قوليلي صلاح مات إمتى؟ صلاح ميت أديله 3 سنين أهو. 3 سنين؟ مات إزاي؟ دهسوا القطر وهو راجع على البيت. حسيت أني مش قادر أقف على رجلي، الدنيا كلها بتلف بيا. مالك يا أستاذ، أنت كويس؟ أنا كويس. ما تعرفيش إيه اللي حصل قبل ما يموت؟ إيه اللي حصل قبل ما يموت الزن يعني؟ يعني هو وقع إزاي ولا إيه اللي حصل؟ والله يا بيه محدش يعرف، محدش شافه هو بيقع. بس أنت كنت جاي عايزه في إيه؟ لا مفيش، أنا أعرفه من زمان وكنت جايب له شغل. وانت جاي لحد هنا علشان تقوله على شغل؟ بصراحة رقم ضاع مني وما كانش عندي طريقة تانية أوصله بيها. أيوة يلا هو راح وارتاح، الله يسامحه بقى. ارتاح من إيه؟ والله يسامحه على إيه؟ دي حاجات عائلية ما تخصكش. أنا آسف بس يعني ما تجيب من الآخر وتقولي أنت مين؟ وليه بتسأل على صلاح بعد السنين دي كلها؟ صلاح كان شال قضية بدل ناس تانية، صح؟ بصت لي باندهاش وبعدين قالت لي: انت عرفت منين؟ انت واحد منهم؟ ايوه انا واحد منهم. طب امشي دلوقتي حالا بدل ما لم عليك اهل البلد كلهم.
امشي ما اشوفش وشك هنا تاني. يا ست اسمعيني بس. قلت لك امشي. الاتنين التانيين ماتوا. انا كنت جاي علشان الحق جوزك بس شكله مات قبلهم. وانا كمان هموت في اي لحظة. ارجوكي لو تعرفي حاجة قوليها لي. فتحت الباب تاني بعد ما كانت هتقفله في وشي. وبعدين بصيت للثواني. انا معرفش حاجة. كل اللي اعرفه ان صلاح قبل ما يموت ما كانش مظبوط. كان دايما بيحلم بكوابيس واحلام وحشة كتير. وقبل ما يموت بكام يوم قال بنفسه ان نهايته قربت وانه حسابه عسير عشان دافع عن الظالم والقاتل. ده كل اللي انا اعرفه. ودلوقتي اتفضل امشي وياريت ما تجيش هنا تاني. خلصت جملتها وطردتني وقفلت الباب في وشي. نزلت من على السلم وانا بفكر في كلامها. القاتل قدر يلعب باحلام صلاح زي ما لعب باحلامي. بس يا ترى بيقدر يعمل كده ازاي؟ ازاي القاتل بيخلينا نشوف النهايه اللي هو رسمها؟ سؤال ملوش اجابه غير عنده واحد بس. واحد لو قابلته مش هيبقى فارق معايا الاجابه وقتها، لانها هتبقى اخر لحظه في حياتي. رجعت البيت وقفلت على نفسي الاوضه وانا قاعد بفكر في كل اللي حصل. ومع سرحاني وتفكيري نمت. والمره دي شفت الحلم الخامس تاني. كنت واقف في نص الأوضة عندي. الدنيا كانت ضلمة، مفيش غير نور بسيط جاي من الشباك. كنت واقف وقدامي حبل مدلدل من السقف. وبكل هدوء مشيت ناحية المكتب. جريت على الكرسي وحطيته تحت الحبل بالظبط. بعدها وقفت على الكرسي ومسكت الحبل بإيدي ودخلت رقبتي في الدايرة. وقدامي كانت واقفة مبتسمة، البنت اللي خبطناها في الحادثة. ابتسمت في وشها وانا بهز دماغي. وفي نفس اللحظه زقيت الكرسي وتشد الحبل على رقبتي. قمت من النوم وانا بكح كحه شديده. حطيت ايدي حوالين رقبتي علشان اتاكد اني عايش ومفيش حبل ملفوف حواليها. بس المره دي شفتها. كانت واقفه في نص الاوضه مبتسمه بنفس الابتسامه. ابتسمت لها وانا بهز دماغي. انا عارف انها مبسوطه مني دلوقتي لاني عملت اللي هي عايزاه وحققت لها انتقامها من كل اللي عملوا فيها كده. ايوه انا اللي قتلت سليم ويزن، وانا كمان اللي قتلت ابو سليم وصلاح. كان لازم يتحاسبوا، كان لازم يتحاسبوا على كل اللي عملوه. سليم ويزن كانوا مستهترين، استهتروا بروح بريئة وما كلفوش نفسهم حتى يومها أنهم يحاولوا ينقذوها. كل اللي فكروا فيه أنهم ينقذوا نفسهم وبس. وأبو سليم، أبو سليم ما فكرش حتى ينفذ القانون اللي حلف أنه ينفذه. ده فكر بس أنه يلحق ابنه على حساب العدالة. وأيمن كان شاهد زور، أغروب الفلوس ونسي الآخرة. أما صلاح فحاسب على حاجة ما عملهاش وتسبب في أن المذنب الحقيقي يفلت من العقاب. وكل ده برضه علشان الفلوس. طبعا انت عايز تعرف انا قتلتهم ازاي. انا هقولك. بعد الحادثه كنت بتابع القضيه وعرفت ان صلاح هو اللي هيشيل الليله. ما كانش فارق معايا لاني كنت زيهم لحد ما بدات اشوفها في احلامي. حاولت اتجاهل كتير لكن الكوابيس كانت مرعبه وما قدرتش اتحمل. كان شرطها الوحيد اني انفذ العداله زي ما سكت عنها. وبدأت بصلاح لأنه كان السبب في خروجنا من القضية. وبعدها كان دور أيمن، الشاهد اللي قال إننا كنا عنده في الكافيه يوم الحادثة. وده مات قبل ما سافر الشاليه مع سليم ويزن بيوم. بعدها جه دور القتلة الحقيقيين. استغلت الفرصة إن مؤمن عزمنا عنده وقررت أنفذ يومها. وقبل ما أروح البيت عند مؤمن كنت مرتب كل حاجة. اديتهم بعدها مخدرات وهم ما صدقوا وخرجوا بره في العربية علشان يشربوها. بس الحقيقة هي كانت منوم. ولما خرجت بحجة إني أدور عليهم سحبتهم من العربية ودخلتهم البيت التاني. وهناك خلصت عليهم. رجعت وتليفون يزن كان معايا. أما المكالمة فكانت وهمية. ولما عملت نفسي بجري على البيت اتصلت ساعتها بموبايلي وفتحت المكالمة علشان كل حاجة تبقى مظبوطة. بعدها طلعت فوق بسرعة وسبت التليفون قدام يزن.
أما أبو سليم فكان الشيطان اللي خطط لكل حاجة من الأول، عشان كده كان لازم ياخد جزائه. طبعا عارف إنك هتقول إن أنا كمان كنت مشاركهم. عندك حق، أنا فعلا كنت شاركهم، وعشان كده هاخد جزائي زيهم بالظبط. ده كان الكلام اللي كتبه عاصم قبل ما ينتحر. الحقيقة لما دورنا ورا عاصم اكتشفنا من كلام صحابه انه كان دايما مهتم بموضوع الاحلام من وهو صغير. كانوا فاكرين انه اهتمام عادي كنوع من انواع الفضول، لكن الموضوع اتطور معاه وبدأ يدخل في قصة العين التالتة والاسقاط النجمي والكلام ده. بس بعد وفاة امه اللي سبب له تعب نفسي شديد جدا لدرجة انه كان بيتخيل انها موجودة، الموضوع اتطور اكتر لحد ما حصلت الحادثة. وهنا أصحابه بيقولوا إنه بدأ يكلمهم عن البنت اللي ماتت في الحادثة، ويقول لهم إنها هتنتقم منهم كلهم، وإنهم لازم يدفعوا الثمن. ودليل الكلام ده هو إن صلاح السواق وأيمن صاحب الكافيه الاتنين ماتوا فعلا، لكن في ظروف عادية، مش بنفس الطريقة اللي قال عليها عاصم في رسالته. وكمان عاصم ما راحش البيت عند صلاح ولا مرة، لكنه فعلا قتل سليم ويزن وفريد، وكل ده كان قبل ما ينتحر.